مساء الخير. في يوم وانا عندي 30 سنة صحيت الصبح كتبت على تويتر قررت الاعتزال. مراتي قرت التويتة لقيتها طالعة فوق بتصرخ بتقول لي انت مجنون، قلت لها خلاص انا اعتزلت. بعد كده قالت لي هتعمل ايه، قلت لها هحلل، هشتغل محلل وهبقى احسن محلل في الميدل ايست. رحت اشتغلت واجتهدت وبقيت الحمد لله واحد من المحللين الكويسين. بعد كده جالي التدريب ودربت، وكل القرارات اللي باخدها في حياتي مجنونة. قررت من شهرين ثلاثة ان انا اشتغل في الميديا وان انا اخد تجربة الاعلام، وفكرت ايه احسن اسم ممكن اختاره البرنامج الجديد. ما لقيتش احسن من اسم قط اللبس. ليه قط اللبس؟ لان قط اللبس هي قلب الكورة، هي اساس الكورة. لو عندك احسن فريق في العالم وقط اللبس مخوخة هتفشل. لو عندك احسن مدرب في العالم وقط اللبس مخوخه يعني بايظه هتفشل. لو عندك احسن بادجت في العالم وقط اللبس بايظه هتفشل. فقلت لازم اعمل برنامج اسمه قط اللبس، افهم الناس ما هي قيمه قط اللبس جوه كره القدم. في مصر عندنا مشاكل كتيره جدا في الكوره، ناس كتيره جدا بتطلع او بتخاف ان هي تطلع تتكلم فيها. ليه؟ عندهم حدود، ده يعرف ده وده نفسه يبقى في انتخابات اتحاد الكوره وده نفسه يخش الانتخابات الجايه وده كذا وكذا وكذا. ميدو لا، ما عنديش اي اجنده. عشان كده رهنت ان انا هتكلم مع قناه النهار وهعمل برنامج جديد اسمه قط اللبس، وما عنديش رايتس وما عنديش الهايلايتس او اللقطات بتاعه الدوري، وهعمل برنامج هكون صادق فيه كالعاده، مش هخاف وهقول رايي بصراحه لغايه ما ممكن يقفلوا البرنامج. نتمنى لا، كل عموما يعني البرنامج هيبقى مختلف. هيبقى في يوم معانا نجم، وفي يوم قضيه هنفجرها وهنجيب ناس مؤيده وناس معارضه، ويوم ثالث هنجيب ناس من بره تتكلم تقول لنا خبرتها محتاجين نعمل ايه في مصر علشان ننجح. لازم عشان ناخد خطوه لقدام نعترف ان احنا متاخرين قوي، وعشان بعد ما نعترف ان احنا متاخرين قوي لازم نواجه مشاكلنا. هنواجه مشاكلنا في برنامج قط اللبس. هبقى معاكم كل 2 و3 و4 من الساعة 11 للساعة 1. برنامج زي ما قلت لكم هيكون مختلف كالعادة، في أخبار كتيرة، أخبار ما بتخلصش، بالذات الكرة المصرية كل يوم في أخبار متنوعة ومؤتمرات وكل حاجة. فتعالوا نشوف الأخبار اللي معنا. ومع أهم وأبرز الأخبار في الساحة الرياضية، اتحاد الكرة يكشف عن الكرة الموحدة للدوري ويجهز لتكريم محمد صلاح بعد فوزه بالبريمير ليج. فايلر يصل القاهرة اليوم وجلسة مع الخطيب الخميس المقبل. الجهاز الفني للأهلي يجهز تقريرا عن الوداد المغربي قبل مواجهته في دوري أبطال إفريقيا. إدارة الأهلي تحاول إقناع فايلور بمنح المغربي وليد أزارو فرصة أخرى في هجوم الفريق. صحيفة هوسبورت المغربية: استبعاد بكاري جسامة من إدارة مواجهة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا. حازم إمام يقدم مقترحاً لرئيس الزمالك لدعم الفريق قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال إفريقيا، وينفي تعاقده مع قناة الأهلي. وزارة الشباب والرياضة تساعد الزمالك لإعادة المحترفين الأجانب قبل استئناف الدوري. كارتيرون يطلب عودة حميد أحداد للزمالك، ورزاق سيسي في طريقه إلى الخليج. وإلى هنا انتهت جولتنا الإخبارية في قط اللبس. اتحاد الكرة اخيرا بيعلن ان في كرة موحدة للدوري. خبر يفرح ويعني ويحزن، لان بقى لنا سنين بنقول ان في بيزكس، في حاجات اساسية لازم تبقى موجودة عندنا في مصر. عندنا دوري بقيمة الدوري المصري وبتاريخ الدوري المصري وبالنجوم الكبار اللي لعبوا في الدوري المصري، وما عندناش اقل يعني حاجة ان احنا يبقى عندنا كرة موحدة كل الفرق تتدرب بيها، كل الفرق تلعب بيها، كل الفرق تبقى واخدة عليها. فالنهاردة اخيرا اتحاد الكرة بيقرر ان هو هيبقى في كرة موحدة للدوري، وده بالنسبة لناس كتيرة ممكن يبقى خبر تافه، لكن ده بالنسبة لي خبر مهم، لأن ده معناه إن إحنا عندنا ناس دلوقتي بتفكر،
انت النهارده عايز تبيع المنتج بتاعك بتاع الدوري، لازم يكون عندك حاجات ثوابت، الثوابت دي اللي تقدر تبيع بيها منها. ممكن تبقى حاجات تافهه، بس هي دي الحاجات التفاصيل الصغيره اللي بتحطها على بعض علشان بعد كده يبقى عندك دوري بدل ما بيساوي 400 مليون جنيه لا بيساوي 4 مليار جنيه. ازاي؟ ان في لبس الحكام يبقى موحد، وده حصل. من الدور الثاني هتشوفوا كل الحكام لابسين لبس موحد، وده خبر انا بقوله لكم. الكره تبقى موحده، كل الناس بتتدرب بيها وكل الناس بتلعب بيها، دي ابسط الحقوق اللي موجوده للانديه. الجزء الثاني من الخبر، وكنت قاعد مع فضل من شويه كان بيقول لي ان واحد من الصحفيين يعني المحترمين سال في المؤتمر بيقول انتوا مش هتعملوا قاعه باسم محمد صلاح، وفضل رد عليه محمد صلاح لعيب كبير، وعايز مش عايز اقول يعني ان اللي هو وصل له بيخلينا احنا كلنا حتى الناس اللي اكبر منه ان هي تتعلم منه، لكن في ليجندز في الكره المصريه واساطير سابقين محمد صلاح بكتير. في ناس كتير هتطلع على تويتر وعلى السوشيال ميديا وهيطلعوا دلوقتي يقولوا يا عم ده ميدو ما بيحبش محمد صلاح وبتاع، ماشي انا بقول الحق وبقول رايي، لكن في ناس اساطير في كره القدم بالنسبه لمصر، ممكن مش بالنسبه لليفربول، مش ممكن مش بالنسبه للبريمير ليج، لكن بالنسبه لاتحاد الكره المصري يستحقوا ان 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 هم يبقى في حاجه باسمهم قبليها. على سبيل المثال كابتن محمود الجوهري، على سبيل المثال كابتن حسن شحاته، على سبيل المثال كابتن محمود الخطيب، اسماء كتيره جدا. كابتن حسام حسن طبعا، كابتن حسام يستحق بكل الانجازات اللي عملها. فانا شايف ان في بعض الاوقات بتبقى اسئله ملهاش لازمه، بس الصحفي اللي بيسالها عارف ان هي هتجيب هيدلاين، ان الناس هتتكلم فيها. الخبر الثاني اللي مهم جدا بالنسبه لي هو ان فايلر وصل القاهره النهارده، ومش موضوع وصوله، موضوع أهمية فايلر بالنسبة للنادي الأهلي. فايلر ممكن يكون أهم تعاقد بالنسبة للنادي الأهلي، وأنا راجل لعبت ضده كمدرب، وأقدر أقول لكم إن هو راجل منظم جدا في الملعب، شخصيته قوية جدا، قدر إن هو يكتسب شخصية النادي الأهلي بسرعة كبيرة جدا. في ناس هتقول لي الدوري ضعيف وده اللي ساعده ومش عارف إيه بتاع، لا، في ماتشات كبيرة الراجل لعبها، وفي أفريقيا ظهر بشكل جيد جدا، اتصرف بشكل كويس جدا خلال 90 دقيقة، والاهم من كده ان شخصيته قويه. اللي نجح جوزيه مع الاهلي مش كورته بس، ان هو شخصيته قويه. اللي نجح حسام البدري مع الاهلي مش كورته بس، ان شخصيته قويه، ان هو راجل ماسك اوضه اللبس كويس. زي ما بقول لكم اهميه اوضه اللبس، المدرب اللي بيمسك اوضه اللبس كويس هو المدرب اللي بينجح، وفايلر ماسك اوضه لبس النادي الاهلي كويس جدا. عشان كده خبر التعاقد معاه او تجديد التعاقد معاه بنفس السالري وبنفس المرتب هو خبر مهم جدا لكل الاهلاويه. وصل النهارده، مش هيقدر ينزل، هيعمل المسحه الطبيه بتاعه الكورونا بكره، مش هيقدر ينزل الا ممكن بعده الاربع، ممكن ان هو ينزل، مفيش مشكله، الاهلي عنده وقت ان هو يقدر يتحضر لبطوله افريقيا وللدوري اللي هتكون طبعا في اول اغسطس. لكن الاهم من كده ان انا بقول لكم من معلومات من جوه النادي الاهلي ان هو عنده اجتماع مع كابتن محمود الخطيب ومع كابتن محسن صالح، علشان عايزين يقولوا له في لعيبه لازم تبص لها بصه ثانيه، ازارو لازم تبص له بصه ثانيه، الحاله الاقتصاديه اللي موجوده دلوقتي ممكن ما تسمحش ان احنا نشتري لعيبه بارقام كبيره، واللي متبني الفكره دي كابتن محسن صالح. جيرالدو لازم تبص له بصه ثانيه، اسماء كتيره لازم تبص لها بصه ثانيه. ساعات في الكوره المدرب بيبقى واخد قرار، لكن بعد كده لما بيفكر كويس ممكن يكون القرار بتاعه غلط. انا في رايي ان ازارو مهم جدا للنادي الاهلي، حتى لو مش هيبدا. الناس بتقول ان هو ما بيعرفش يلعب الا على الهجمه المرتده، ماشي، ما انت في وقت من الاوقات بتبقى كسبان ومحتاج ان حد ينقلك الهجمه، يعمل لك الشيفت ان انت تروح وتوصل لجون الفرقه الثانيه مع وجود مساحات، ده مهم حتى لو مش هيبدا. ففي رايي اي راس حربه تاني هتجيبه هيحتاج وقت ان هو يتاقلم، الظروف شايفينها كلها موجوده، ممكن عيلته ما تقدرش تيجي معاه، انا احسن لي في الضمان ان ازارو يقعد. وانا دايما يعني كنت بقول ان ازارو لعيب كويس جدا، ممكن ناس تختلف معايا، لكن بقول ان هو لعيب كويس. صحيفه هي سبورت المغربيه بتقول ان بكاري جسامه مشي، خلاص مش مشي، تم استبعاده من مباراه الاهلي والوداد، وانا بقول ان ده خبر مفرح للاهلاويه. بكاري جسامه هو الحكم اللي لما الاتحاد الافريقي بيبقى عايز يوجه نتيجه مباراه بيجيبه، تعالى بكاري، يعني صايع كوره، بيعرف ازاي ان هو يربط الماتش وان هو يحسسك ان كل حاجه تمام، وهو ذكي جدا، يحسب عليك، يستغل المساعدين بتوعه كويس جدا. الكوره فيها صياعه، فيها حكم صايع، بكاري جسامه مش صايع طبعا، وليه كل احترامه، لكن حكم
يقدر ان هو يوجه الماتش زي ما هو عايز، الانذارات، الطرد، ضربات الجزاء، استخدام مساعديه، حاجه ما خدش باله منها. فخبر استبعاد بكاري جسامه من مباراه الوداد هو خبر اوفاق لخير للنادي، للنادي الاهلي. حازم كان لسه معايا من شويه ما قاليش حاجه، بس حازم خد قرار ان هو يلاعب المستشار مرتضى منصور شويه زي ما انت كده يعني. انا هرد عليك اخيرا. حازم امام نطق، حازم امام طلع بتصريح بيقول او بيان، مش مصدق ان حازم امام عمل بيان لكن بيقول ان المستشار مرتضى منصور ادعوا اللعيبه القدامى قبل مباراه الرجاء وكلنا هنتبقى موجودين وانا على راسهم. هو عايز ايه يا حازم؟ هو بيرد على الكلام اللي قاله المستشار مرتضى منصور، بيقول يعني مش كل شويه تجيب سيره الناس الرموز. مستشار مرتضى منصور عمل انجازات كبيره جدا في نادي الزمالك، لكن مش كل شويه لازم نطلع نقول ان بتشيل اسم فلان من على جنينه ولا بتاع. ومش عايز المستشار مرتضى يزعل مني، مفيش جنينه ولا مبنى هينقص او هيزود من تاريخ حسن شحاته، مفيش جنينه او مبنى هيزوده من اشرف قاسم برنس الكره المصريه او هتنقصه، مفيش حاجه هتنقص من حب الزملكاويه لحازم امام بكلمه قلناها او ان احنا بنلقي عليه العتاب. بالعكس، خد الناس دي كلها في ظهرك، الناس دي كلها زملكاويه، واللي انت ما تعرفوش ان معظم الناس دي بتحبك، ومعظم الناس دي عايزاك تفضل ان انت تبقى رئيس نادي الزمالك، لان هم شايفين فيك في سلبيات، لكن شايفين فيك بارقه امل، شايفين فيك ان انت اللي بتحارب لنادي الزمالك زي ما زملكاويه كتير شايفين. فاكسب نجوم نادي الزمالك في ظهرك وهتلاقيهم في ظهرك. وزاره الشباب بتساعد الزمالك لاعاده المحترفين الاجانب قبل استئناف الدوري. طبعا الدكتور اشرف صبحي بيقوم بمجهود كبير جدا علشان يساعد كل الانديه. اشرف صبحي بيقوم باداء رائع منذ قدومه الى وزاره الشباب والرياضه، فبحييه ان هو بيساعد الانديه بشكل كبير جدا. اخيرا كارتيرون بيطلب عوده حميد احداد للزمالك، ورزاق سيسيم في طريقه الى الخليج. رزاق سيسيم في اقتناع جوه نادي الزمالك ان هو يعني مش هيناسب خطه كارتيرون او ما ينفعش ان هو يلعب في الزمالك، على عكس احمد رفعت. الناس كلها عايزه، وبقول لكم الاخبار دي من عندي من جوه نادي الزمالك، ان نادي الزمالك كله عايز احمد رفعت يرجع علشان يستفيد منه. دي اخر نروح لاتحاد الكوره ونشوف التقرير النهارده. نرجع تاني للتقرير، نشوف التقرير اللي رحنا وصورناه بتاع الكره الموحده، وان اخيرا هتشوفوا الدوري المصري بكره واحده في كل المباريات. الكره الموحده اللي احنا متجمعين عليها النهارده، احنا ما بنخترعش، احنا بنرجع الامور لطبيعتها اللي المفروض انها تكون عليها. يعني يمكن هقول زملائي اشتغلوا على الموضوع ده بشكل احترافي اكتر من رائع. زي ما قلت بتشرف بالوجود معاهم. قدرنا ان احنا نتواصل، ان احنا في ماتش السوبر خدنا عدد من الكرات، في دلوقتي 1000 كوره هيبتدي يتم توزيع عدد من الكرات على الفرق، حوالي 50 كوره، ان هو ده الموسم الدور الثاني نلعب تبقى كره موحده، هيبقى في ستاند ليها، بنحاول نطور من المنتج زي ما الاستاذ عمر بيقول. الكلام ده كله هيصب في مصلحه الكره المصريه بشكل عام. لما حبيت اختار مين اللي ممكن يبقى معايا في اول حلقه، كان لازم اخد الهرم من فوق، كان لازم اخد المدرب اللي بدا مدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ثم بعد كده اشتغل مدرب عام مع مانويل جوزيه وتعلم منه حاجات كتيره جدا، بعد كده اشتغل مدير كوره معاه فاكتسب خبرات اداريه كبيره جدا، بعد كده اشتغل مدير فني للنادي الاهلي، وساعتها كان في تخوف هل الراجل ده يقدر ولا ما يقدرش، وحسام البدري قدر ان هو يثبت لجمهور مصر كله ان هو يقدر وبجداره ان هو يكون المدير الفني للنادي الاهلي. بيفوز ببطولات، بيفوز ببطوله افريقيا ابطال الدوري، بيتغلب على الترجي في تونس وبيعمل مباراه كبيره. بعد كده بيتجه شويه للعمل، سافر طبعا ليبيا والسودان ورجع مره تانية للاهلي، وبعد كده اتجه للعمل الاداري، كان رئيس نادي بيراميدز في خطوه كانت الناس كلها يعني ليه، لكن الواضح ان هو كان عايز يستفيد ببعض الخبرات الاداريه اللي ممكن تساعده كمدرب، وده اللي هنعرفه بعد كده. النهارده معايا
المدير الفني لمنتخب مصر. هسأله عن أوضة اللبس وأسرار أوضة اللبس وأهمية أوضة اللبس عند منتخب مصر. زي ما قلت لكم كان لازم اخد الهرم من فوق. المدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام منورني وبتشرف ان انت موجود معايا في اول حلقه من اوضه اللبس. انا اللي سعيد اني موجود معاك يا ميدو، وان شاء الله موفق وناجح كالعاده باذن الله. وانت عارف طبعا يمكن انت ليك معزه خاصه من زمان، يمكن وانت لاعب لسه في نادي الزمالك كنت مشكله كبيره جدا. وانا كنت بحكي لك واحنا قاعدين في الاستراحه على بطولة الجمهورية وما كنت موجود في الزمالك وانا ماسك بالظبط. فان شاء الله موفق كالعادة باذن الله. ان شاء الله ميدو، زي ما حضرتك سمعت وانت بره قبل ما تخش لنا، انا سميت البرنامج اوضه اللبس، وانت سيد من يعلم قيمه اوضه اللبس. الاول عايز اسالك، هل وحشتك اوضه اللبس؟ وحشك الخط والمنطقه الفنيه والوقفه في وسط اللعيبه؟ اكيد طبعا. بس خلينا الاول نتكلم على اسم البرنامج. اسم البرنامج انا عجبك جدا جدا جدا. قلت لك يعني عجبني جدا اسم البرنامج والاختيار، لان اوضه اللبس دي موضوع كبير جدا 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 بالنسبه للمدرب وبالنسبه لفرقه الكوره وبالنسبه للفرق الكبيره بالذات اللي بتبقى فيه نجوم كثيره، المنتخبات. اوضه اللبس دي موضوع كبير جدا 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 في الوقت اللي بتخسر فيه، الوقت اللي بتبتدي تخسر فيه، ما فيه نتائج سلبيه طبعا طبعا. وفي نفس الوقت لو عندك نجوم كتير، وفي نفس الوقت لو عاوز تحقق اهداف بفكر معين وانت كمدرب ليك شخصيه معينه، واختلاف طبعا اللعبه الجماعيه انت عارف بيبقى فيها اختلاف في التفكير طبعا وفي الانماط بشكل كبير جدا. فاوضه اللبس موضوع كبير جدا، لازم وانت مدرب تتابع اوضه اللبس وتبقى عارف ايه اللي بيحصل فيها، وفي نفس الوقت يبقى فيها توازن، وفي نفس الوقت بيبقى ليها دور كبير جدا. وخلي بالك ولازم يبقى ليك لعيبتك جوه اوضه اللبس بالظبط، مش ليك لعيبتك عصافير يعني انت بتقول لفظ بقى ايه ليك لعيبتك دي بس كل مدرب ليه ناس بتقول له اكيد أخبار. اكيد. لكن انت بتتكلم على موضوع مهم جدا، وفي نفس الوقت بتختلف يا ميدو زي ما انت عارف عن كل يوم. لو انت مدرب في نادي كل يوم اوضه اللبس دي بتبقى مهمه جدا، وفي نفس الوقت قبل التمرين بتبقى مهمه جدا. وانا كمدرب بحب جدا قبل التمرين اقرا الانطباعات و مين زعلان، اعرف طبعا وبعرف حاجات كتيره جدا. يعني انت يعني حضرتك كمدرب من المدربين اللي يحب قبل التمرين بساعه ولا ربع كده ان هو يخش يتمشى في اوضه اللبس، اخش اتمشى في اوضه اللبس ولا في نفس الوقت بس. القعده اللي موجوده قبل ما تنزل الملعب مع اللعيبه مهمه جدا جدا، بتوضح لك حاجات كتير جدا. مين يعني طبعا بيبقى حسب شغلك، حسب الماتشات اللي انت بتلعبها، النتائج، معاملتك مع اللعيبه، اختياراتك للعيبه، كل الكلام ده بيبقى ليه تاثير. انت الرسائل اللي انت بتبقى عاوز توجهها للعيبه، في ساعات رسائل بتوجهها في الفتره الزمنيه اللي هي قبل التمرين دي وانت قاعد مع اللعيبه وهم لسه ما نزلوش الملعب، بتبقى في رسائل عاوز توصلها، عاوز تطمن حد، عاوز تحفز حد، عاوز تقرص على حد شويه. كل دي رسائل مهمه جدا بتبقى بتقع تحت حته او اسم اوضه اللبس. عشان كده بقول لك موضوع مهم جدا وموضوع كبير جدا. يعني كابتن حسام لعب او مثل النادي الاهلي وعمره 17 عام فقط، يمكن من اصغر اللعيبه اللي لعبت في تاريخ النادي الاهلي، وعنده ارقام جيده جدا كلاعب، ومثل منتخب مصر طبعا في 18 مباراه دوليه، وكان سيء الحظ في الاصابه فاضطر ان هو يعتزل بدري. لكن ممكن دي تكون ميزه لان دي خلته مدرب كبير جدا، النهارده اصبح المدير الفني لمنتخب مصر. حسام البدري
اسم معروف بالحزم سواء مدافع قوي في صفوف الأهلي ومنتخب مصر أو مدرب ومدير للكرة نجح في فرض شخصيته على الجميع والسيطرة على كتيبة النجوم التي دائما تتوفر لديه في الفرق التي يتولى تدريبها. محطات وأرقام بالجملة سطرها التاريخ خلف حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني الأول، وهو المنصب الذي وصل له بفضل قدراته وبطولاته المختلفة مع الأندية التي تولاها. البدري بدأ مشواره ناشئاً في صفوف الأهلي عام 78 حتى وصل إلى فريق تحت 17 سنة، ثم انضم بعدها للفريق الأول موسم 78-79. في مشواره مع الكرة بالأهلي لعب 124 مباراة محلية وأفريقية ونجح في الفوز ببطولة الدوري العام 4 مرات وثلاث بطولات كأس مصر بالإضافة إلى ثلاث بطولات أفريقية. على الصعيد الدولي لعب 18 مباراة دولية ومثل منتخب الناشئين عام 77 والمنتخب الأول عام 80، وشارك في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية بموسكو عام 1980. لكن الإصابة حرمت البدري من الاستمرار في الملاعب، حيث تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة عام 84 وامتدت فترة علاجه لأكثر من عام ونصف حتى قرر الاعتزال عام 87. على المستوى التدريبي عمل البدري في قطاع الناشئين ثم مدرب مع الفريق الأول ومديرا للكرة قبل أن يصبح مديرا فنيا للأهلي في 2009، وقاد الفريق الأحمر 3 مرات في مدة زمنية وصل مجموعها 4 سنوات وشهرين لتحقيق 3 ألقاب للدوري ومثلهم من بطولة السوبر المصري ولقب كأس مصر مرة واحدة وبطولة وحيدة لدوري أبطال أفريقيا وآخر للسوبر الأفريقي. وخارج الأهلي عمل البدري في المريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي وفريق إمبي والمنتخب الأولمبي ونجح في الفوز مع المريخ بلقب الدوري السوداني، واتجه للعمل الإداري لفترة من خلال رئاسة نادي بيراميدز قبل أن يعود للتدريب مرة أخرى كمدير فني للمنتخب المصري الأول خلفا للمكسيكي خافيير أجيري بعد الإخفاق في كأس الأمم 2019 بمصر. البدري جاء على رأس القيادة الفنية للمنتخب الوطني بأمل الفوز بكأس الأمم الأفريقية التي كانت مقررة مطلع العام المقبل وتأجلت بسبب فيروس كورونا، فضلا على التأهل لكأس العالم 2022. فهل سيزين مشواره مع المنتخب بالتاج الأفريقي والوصول إلى المونديال؟ هذا ما سيجيب عنه في أوضة اللبس. على فكرة شايل لك شوية إحصائيات كده بس مش هقولها لك إلا في آخر الحلقة. بس في إحصائيات جميلة. لا ده أنا شايل لك شوية إحصائيات عنك كمدرب. والله يعني هنسمع بقى. بس إحصائيات حلوة جدا. هنسمع بس أنت قلت نقطة مهمة جدا قبل ما نطلع دلوقتي على حتة إن أنا فعلا يمكن أنا لما جت الإصابة سنة 84 قعدت كنت طبعا زعلان جدا وعمال أقول يعني المشوار الطويل ده اللي انا تعبت فيه. كانت ايه الاصابه؟ صليبي ولا صليبي؟ كان زمان اللي بيجيبوا صليبي اعتزل. كان ده غضروف كان مشكله بالنسبه لي. زي كابتن ابراهيم يوسف عين الله يرحمه برضه. الله يرحمه طبعا رباط صليبي. فكانت اصابه بالنسبه لي كانت مشكله كبيره جدا. اقول يعني انا 24 سنه المشوار هينتهي. اعتزلت 24 سنه؟ ما انا الاصابه جت لي وانا عندي 24 سنه 84 سنه 84 قعدت اقول المشوار هينتهي بسرعه كده. انا تعبت وانا من نوعيه بقى للناس اللي كنت بتمرن لوحدي واطلع في الجبل لوحدي فزي ما انت بتقول ميدو فعلا يعني سبحان الله ابتديت مشوار التدريب بدري. رب داره ما فعل. طبعا يعني بالفعل يمكن ربنا كان كاتب لي انا زميلك يعني خلي بالك ابتديت بدري بدري بس انا اعتزلت من غير اصابه بدري بس انت لا طب برضه 28 سنه انت 30 ما ايوه بس 30 دلوقتي كابتن لعيبه دلوقتي طبعا فيمكن ابتديت مشواري بدري واديتني خبرات والحمد لله. يمكن برضو من الحاجات المهمه افتكر الكابتن طارق سليم الله يرحمه يعني في اول اختيارات لاجهزه الكوره كان مره طالب مني ان انا اشتغل مع فرقه 23 سنه فاكر انت كان في وقت كان في اللي هي 23 بالظبط الرديف بيقولوا عليها في مصر ساعتها ميدو رفضت انا قلت هاخد من تحت قلت له لا كابتن كان عاوزني مساعد مع كابتن شوقي عبد الشافي وقتها اعتقد قلت له يا كابتن طارق انا عاوز ابتدي من تحت وعاوز ابتدي لوحدي مع ان اي حد ممكن يطمع طبعا يقول لك ابقى قريب من الفلسطين لا انا كنت عاوز ابتدي من تحت وفي نفس الوقت ابتدي لوحدي وفي نفس الوقت انا بحب دايما حته التصميم تمارين اتعلم تحت طبعا انت نصيحتك يعني انت نصيحتك للمدربين اللي يعني لان خلي بالك موضوع ان انت اول ما تعتزل دي في لعيبه كتيره بتقعد تفكر وتختار طريقين ثلاثه وفي الاخر بتضيع. انت نصيحتك للمدربين او اللعيبه اللي اول ما بتعتزل ابدا من تحت ولا لو جات لك فرصه في فريق كبير خدها وخد الريسك ولا ابدا مساعد مدرب مع الفريق الاول؟ يعني انا وانا عندي 30 سنه مسكت الزمالك عمري ما كنت بخطط ان انا هدرب الزمالك تمام
لقيت تليفون كده دكتور كمال درويش وكابتن ايمن يونس وكده بيكلموني. كنت شغال محلل يعني، كنت قاعد على البحر، قاعد على البحر اخر حاجه افكر فيها كابتن حسام ان انا ايه، ومعيش لا كوتشنج بادجز ولا اي حاجه ولا رخص ولا الهوا. فلقيت تليفون مراتي كانت قاعده معايا، شافت الويل يعني كل الحاجات. فلقيت دكتور كمال درويش وكابتن ايمن يونس تدرب الزمالك، فقلت لهم طبعا ادرب الزمالك، اركب طياره وتعالى. استقلت من القناه اللي كنت شغال فيها ورحت ودربت الزمالك. اول تمرين كان فيه حوالي 20,000. انت تنصح ايه للمدربين اللعيبه اللي لسه مبطله، ايه انسب طريق عشان توصل بشكل كويس؟ انت اتكلمت على حاله من الحالات، يعني اتكلمت على ميدو حاله من الحالات. انت توفر عندك حاجه ممكن ما تتوفرش عند كتير من اللعيبه، حته الاحتراف وحته التنوع. انت لعبت في كذا مدرسه مختلفه، دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري هولندي، فاكيد اديتك خبرات، وبالذات لو انت من النوعيه اللي بتركز وبتتابع، ودي مهمه جدا يعني. وانت لاعب لو انت عندك حته انك بتركز مع المدرب وبتركز في شغلك وبتشتغل على نفسك وكده، هي دي مقومات انك تبقى مدرب، او دي هي زي ما بقول بتبقى البدايه انك انت ممكن تبقى مدرب. الشخصيه لكن مهمه جدا جدا، القدرات. وانت لعيب وانت مدرب طبعا يا ميدو. لكن انا عاوز اقول لك حاجه، النصيحه اللي انا بقولها، هتبتدي ازاي واذا ابتديت هتبتدي مع مين، صح، واذا ابتديت مع حد هتتعلم من مين، هتتعلم مع مين، وفي نفس الوقت انت قدراتك عامله ازاي. يعني ممكن انت تتعلم من واحد، لكن ممكن الواحد ده برضو بيبقى ليه سقف في حاجات كتيره جدا، وممكن واحد يبقى يعرف حاجات كتيره وبخيل عليك يعني. وممكن انت تبقى قدراتك انت ما بتتابعش بشكل كويس. المدربين مش عايز يعلم اللي حواليه طبعا، وانت يعني يبقى ما بتتابعش بشكل كويس. المدرب اللي انت شغال معاه مش على طول هيقعد يشرح لك كل حاجه، لكن انت اللي بتتابع، انت اللي بتحاول تجمع، انت اللي بتحاول تخش في التفاصيل. فبقول لك هي مرتبطه باشياء كتيره جدا، هتشتغل مع مين، وفي نفس الوقت لو ابتديت من تحت ومريت بمراحل مختلفه اكيد الخبرات بتزيد قوي 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 يعني. طيب بكلامنا في النقطه دي ونقطه بتعلم من المدرب اللي شغال معاه ومدير الفني اللي شغال معاه، حضرتك اشتغلت فتره لا باس بيها يعني، فتره طويله مع مانويل جوزيه، اللي ناس كتير على فكره بتقول ان هو مدرب محظوظ ان هو كان عنده احسن لعيبه في مصر. بالعكس انا بقول كل ما يبقى عندك لعيبه كتير كل ما دي مش بتصعب بتديك مسؤوليات اكتر. طبعا مسؤوليات كمدرب طبعا. تعلمت حاجات كتير من مانويل جوزيه؟ اكيد تعلمت من مانويل جوزيه حاجات كتيره جدا، ويمكن اشتغلت مع مدربين اجانب مختلفين، اشتغلت مع الماني، اشتغلت مع هولندي، لكن مانويل جوزيه هو اكتر واحد طبعا. كم سنه اشتغلت معاه؟ قعدت مع مانويل جوزيه ما يقرب من 8 سنوات يعني، مده طويله جدا، وفي نفس الوقت اتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا جدا، لان احنا مرينا بمراحل ومانويل جوزيه موجود حتى في وقت كان صعب جدا علينا، وما كانش عندنا عناصر كويسه او ما عندناش فرقه كويسه. ابتدينا في 2004 حته تكوين الجيل اللي كان مميز جدا، وبعد كده طبعا عملنا نتائج مميزه جدا، وفي نفس الوقت زي ما انت بتقول المسؤوليات اختلفت خالص، التعامل مع نجوم وكم من نجوم اختلف يعني في اشياء كثيره جدا. مانويل جوزيه طبعا كان عنده قدرات كويسه جدا ومميز في الحته في التعامل، السيطرة على أوضة اللبس، السيطرة والحزم، وفي نفس الوقت طبعا التنوع يعني، في أوقات يبقى شديد وأوقات يبقى يعني قريب، وفي نفس الوقت يعني كان هو عنده مثل يقول لك أنت لازم تبقى كلاون يعني، لازم تبقى يعني فاهم بهلوان بهلوان يعني في حاجات لازم يعني، محدش يفهم بوكر فيس، محدش يفهم انت بالزبط. انت عايز، هو كان عنده بوكر فيس ساعات، ولا حسب الموقف كمان، حسب الموقف ده عاوز ويلعب واحد نفسيا شكل معين وطريقه معينه وريفلكت معين منك مع اللعيبه في وقت بتبقى عاوز قريب. كان هو مميز في الحته دي جدا، وفي نفس الوقت كان معانا لعيبه مميزه وجيل مميز، فقدرنا الحمد لله نحقق نتائج، اتعلمت منه كتير طبعا. بس عمر ما كان في خلاف بين مانويل جوزيه وحسام البدري؟ لا خالص. وانت شغال معاه وحتى بعد كده؟ انا في مواقف كتيره جدا يعني، نفتكر مانويل جوزيه كان ليه كذا مرحله مع النادي الاهلي. المرحله الاولى حضرتك كنت معاه برده مع كابتن مختار بتاعي؟ طبعا كنت انا ومختار وحسام عرابي، وبعدين قعد سنه ومشي، وبعد كده جانا مدربين اجانب، جانا مدرب الماني، وبعدين جانا هولندي، وبعدين اداره النادي الاهلي طلبت تاني بعوده جوزيه، وبالفعل يعني وقتها افتكر كان راح له الكابتن خطيب والاستاذ ياسين منصور وخالد مرتجي. لا لا كان ياسين الاستاذ ياسين منصور وكابتن الخطيب راحوا له، الاستاذ ياسين منصور راحوا له، سلامنا كابتن خطيب برضه طبعا، راحوا له البرتغال،
وكان اول طلب لمانو جوزيه هو حته حسام البدري معايا، عاوز حسام البدري. يعني كان عاوز حسام البدري بالرغم ان احنا كان وقتها عندنا اخفاق، فاكر لما خسرنا الدوري من ام بي من ام بي بس هو رجع. بس هو انا اسف عشان بقطعك اتفضل. اللي انا اعرفه يعني وحضرتك اكد لي الكلام ده اون فيه، مانو جوزيه لما من تجربته الاولانيه اتقرص من المصريين، فلما رجع مره تانية رجع لابس وش مختلف. لا ما اتقرصش من المصريين ولا حاجه، بس هي خلي بالك هو كان ناجح وماشي كويس وقالوا له باي باي. يعني كان ما كسبش بطوله بس كان باين ان الراجل ده جامد. انا عاوز اقول لك حاجه يا ميدو، انت بتتكلم عن نقطه مهمه جدا، هي دي حته ان التحول والخبرات. وصعب حتى لو انت كنت مدرب مميز زي مانو جوزيه، لا بس انت اجنبي يعني حط مش عارف بس انت اجنبي مش عارف الاجواء كلها، المدرب العام ليه دور اللي حواليك، فبالتالي ممكن كنت بتاخد قرارات غير مناسبه في الوقت ده، تمام؟ فبالتالي الدنيا ما كانتش كويسه وما كانش فيه وفاق في كل كابتن مختار كان على وفاق معاه في لا مختار مميز، مختار طبعا لا يعني كان قريب من بس خلي بالك الاجهزه لا كان قريب منه طبعا كان. ومختار من نوعيه طبعا كابتن مختار الناس المحترمه جدا، حبيبي كابتن مختار يعني على طول طبعا. هتعرف بيعمل ايه؟ اكيد انت لعبت قدامه كتير طبعا. عارف بيعمل ايه ولا لا؟ طبعا بس انا كنت بستفزه كتير جدا. لا انا بقعد برضه اروح له في الماتشات بستفزه هو لاعب يعني طب لعبنا مع بعض بستفزه هو على فكره دمه خفيف جدا يعني ما كنا نقعد في اوضه المعسكر وكده ونقعد نتكلم، فانا ساعات ابقى عاوز اضايقه فاصر واقول وانت شغال معاه؟ وانا شغال، انا كنت مساعد، هو كان مدرب عام، كان هو طبعا اكبر كابتن مختار لا كابتن، فكنت استفزه واقعد اضحك وهو كان بيتنرفز على طول وانا استفزه واضحك. مره ماتش الزمالك وبتروجيت كسبناهم 2-0 في كاس مصر اللي احنا خدناه وانا مدرب الزمالك، فاحنا كنا بنلعبهم في دور الثمانيه باين ولا ايه، الزمالك وبتروجيت، وكنت بلعب بولاد صغار، انا كل الفرقه الكبيره ما كانتش موجوده وبلعب في ولاد صغار، فكل شويه ابص لكابتن مختار وهو ماسك بتروجيت وانا مدرب الزمالك، الاقيه ماسك ازازه ميه يمسكها يقرا فيها شويه حاجات ويشرب. خدت باله خدت من المره الثانيه واحنا كسبانين 1-0 والبتروجيت ضاغطين علينا، فرحت له لغايه عنده قلت له يا كابتن مختار حرام عليك، حرام عليك، انت اكيد قلت له كده انت متدين اكتر مني، فخلاص انت مش محتاج ان انت خلاص ما تقعدش تدعي خلاص ملتزم. لذيذ هو قال لي حرام عليك جميل يا ابن عمي. هو جميل وكانت ايام طبعا من الناس اللي انا بعتز بيهم جدا على المستوى الشخصي وفكره كويس جدا جميل طبعا. على فكره والله كابتن حسام اقول لك حاجه، مش واخد حقه كمدرب، لان هو فعلا وانا لعبت قدامه كتير واكيد حضرتك لعبت فعلا من احسن المدربين في مصر. لا طبعا مدرب هايل، عنده خبرات في 90 دقيقه وتفكيره كويس جدا وكلامه في الكوره كويس جدا طبعا، يعني مختار من الناس المميزه جدا. فبقول لك يعني حته جوزيه دي كانت محتاجه وقت، لكن لما جاء زي ما انت بتقول في المرحله الثانيه هو يعني خد حاجات كتيره بتدرج وخد وقته، وفي نفس الوقت انا بعتز بحاجه، يعني في اوقات كتير جدا افتكر في اخر احتفال كنا عاملينه لمانو جوزيه وهو ماشي، وكان في النادي الاهلي كنا عاملينه، فهو ماشي بنتكلم وكده، فقال يا جماعه لازم تشكروا الراجل ده عشان هو الواقف جنبي، يعني انا علقت علاقه بيكوا راح مشاور عليها لازم تشكروا الراجل ده. اصل الناس ساعات تعرف ايه يا كابتن، في ناس ساعات تحب ان هي عشان حسام بدري نجح وبقى كبير ومانو جوزيه كان كبير، ناس ساعات في مصر كده ايه تطلع عارف مساكين. دايما في الكوره لما بتمسك مكان حد جامد نجح في مكان بتبقى المسؤوليه اصعب طبعا. هل لما قعدت على كرسي مانويل جوزيه كنت واخد ان انت تقعد في الكرسي اللي جنبه صح؟ على طول. لما نقلت بقى النقله دي وقعدت بقيت على الهوت سيت على المدير الفني للنادي الاهلي، كان في رهبه عشان انا جاي مكان جوزيه وماسك الاهلي، ولا كان عندك الثقه في نفسك ان انا هثبت لكم ان انا استحق اكون في مكون في الكرسي ده؟ هنتكلم بصراحه رهبتين، الرهبه الاكبر الاهلي طبعا، رهبه الاهلي طبعا هتمسك الاهلي، وفي نفس الوقت زي ما بتقول هتمسك بعد واحد مميز وكبير وناجح ومحبوب والجماهير واللعيبه بتحبه. وانا شفت يعني مانو جوزيه وتعلمت منه كتير وحقق نجاحات كتيره جدا، فكانت رهبه كبيره جدا. بس خلي بالك يا ميدو سبحان الله، يعني الاقدار، يعني انا انت لما تيجي تشوف حسام البدري مسك ازاي في الوقت اللي كان النادي الاهلي بعد مانو جوزيه بيحاول يتفق مع كذا مدرب اجنبي، وفي نفس الوقت مين اللي رشحك بقى انه قال ان حسام البدري هو اللي يستحق يمسك مكان جوزيه؟ ما انا هقول لك يعني اللي حصل انا كنت في كندا بقى في اجازه مع اولادي، وفي نفس الوقت كان في اوقات عيله حضرتك دلوقتي في كندا؟ لا موجودين معايا سلم عليهم موجودين معايا، اتمنى تكونوا مبسوطين معايا، اتفرجوا وانا حنين اهو مع كابتن عصام. ف
كنت في كندا، وبعدين كان في بقى في اتصال بيني دايما، كان الكابتن محمود الخطيب هو اللي ماسك ملف تعيين المدرب ده واختيارات المدرب، فكنت بكلم الكابتن محمود من وقت لاخر واعرف الاخبار ايه، لان انا كنت وقتها مدير الكوره والمدرب العام. ف اوقات كتير جدا كنت بقول لمراتي الله يعني اعتقد ان الوقت حان بقى ان انا امسك بقى لي كتير قوي ان انا امسك، لكن يمكن الكلام ده ما اتقالش للمسؤولين، بالرغم ان علاقتي كانت مميزه جدا طبعا بالكابتن محمود الخطيب وما زالت، وكابتن حسن حمدي. مين قال كابتن حسن هو اللي يستحق؟ وبعدين كان حصل اتفاق مع فنجاده وخلصوا مع فنجاده، وفنجاده اعتذر صح. وبعدين لقيت كابتن محمود بيقول لي انت راجع امتى؟ كابتن محمود الخطيب. قلت له انا راجع. قال لي لا ارجع بقى. و يعني كابتن محمود هو يعني طبعا يعني بالنسبه طبعا ان مش عايز تقولها ليه؟ لا كابتن محمود انا بقول بالنسبه كابتن محمود وكابتن حسن طبعا، لان هم كان هم المسكين، هم اصحاب القرار، هم كانوا على الهد. هم كانوا اصحاب القرار. فما رجعت فانا حسيت اما كابتن محمود قال لي يعني قلت له هرجع يوم كذا، فقلت لمراتي قلت لها انا حاسس يعني بحته ان انا ممكن يبقى نمره واحد اختيار المدير الفني، والحمد لله لما رجعت قرار. ومراتك قالت لك في اهم حاجه، اهم حاجه المدام قالت لك ايه؟ ده هي كانت بتقول لي هتيجي، سبحان الله. هي كانت لا هي لا يعني لما انت قلت لها ده دلوقتي توقيت مثلا قالت لك يلا توكل على الله، كانت بتقعد تقول لي هتيجي يعني حته المدرب المدير الفني دي هتيجي ان شاء الله، انت تعبت. وكانت بتشوفني وانا مركز في شغل ازاي، وانا بحب النادي الاهلي ازاي وكده، فقالت لي هتيجي وبالفعل جت الحمد لله وربنا وفق الحمد لله. طيب ما ينفعش ابقى قاعد معاك وما اتكلمش معاك في الكوره. حسام البدري جه بعد 2 مدربين لمنتخب مصر عكس بعض تماما، واحد متحفظ بشكل كبير كوبر اللي عمل نتائج مع منتخب مصر ووصل كاس العالم بعد سنين طويله، لكن المصريين قالوا لك مش هي دي كره مصر، مش مصر هي الباك رايت والباك ليفت بتوعهم ما يعدوش نص الملعب، مش مصر اللي بتلعب على الزون ديفنس وتلعب على الكاونتر اتاك. فجي خافير اجاري عارف لما يعني انا في رايي ان هو من احد اهم اسباب فشله ان هو فشل مع المنتخب، ان هو ما يفوزش بالبطوله في مصر، ان هو قال لك الناس بتقول ايه انا هبقى عكس كوبر تماما، فلعب كره مفتوحه واحنا بنبدا الهجمه، طارق حامد بيسقط في سنتر باكين، الباكين معلقين، صلاح وتريزيجيه داخلين الثلاثه وداخلين كاننا ليفربول، فبقى عندنا مساحات كبيره جدا، واحنا خط الدفاع بتاعنا ما فيهوش سرعات. يعني برضو ذكاء كوبر، ومره اتكلمت على كوبر مع فكره على فكره، قال لي ميدو انا عندي سنتر باكين الاثنين عندهم 4 صليبي، لو لعبت خط دفنس عالي برافو انت هنقلع. قال لي كده كوبر، قال لي كده. وانت عملت تسال الاسئله دي، انت قلت حاجه على كوبر وقلت التحفظ وبعدين قلت المبررات، فدي كانت هتبقى انا عايز اسمع دي كانت هتبقى اجابتي ليك. يعني ماشي. انا عايز اعرف اي مدرب كبير، عايز اعرف ايه هويه حسام البدري. يعني النهارده حسام البدري بعد ما شاف حاجات كتيره جدا، جمهور مصر مش هتكلم على النتائج اللي حصلت وبتاع، انا متاكد ان النتائج دي هتتعدل باكتمال الصفوف ورجوع اللعيبه ورجوع صلاح، هنتكلم لا هنتكلم هتكلم معاك دلوقتي هتتعدل ان شاء الله، وواثق بشكل كبير جدا. وانا طلعت قلت الكلام ده على فكره. سمعتك. ال 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 الناس مش عارفه حسام البدري هتلعب بنفس الشكل اللي كنت بتلعب بيه في الاهلي. بص يا ميدو انت اتكلمت في نقط مهمه جدا، وخلينا نقول انا الوحيد اللي ممكن اقول الكلام ده. لا طبعا عشان اي مقدم تاني هيقول لك لا طبعا لا لا يعني انت بتتكلم في الكوره، انت اتكلمت على كوبر بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت ايه هي الحاله؟ ايه العناصر اللي موجوده عنده؟ نوعيه اللعيبه اللي موجوده عنده؟ كوبر خد قراره بناء على اللي احنا بنقوله ده عن نوعيه اللعيبه الموجوده عنده، المستوى اللي هو بيلعب بيه، في نفس الوقت سرعه صلاح في الكاونتر اتاك طبعا، سرعه صلاح وفي نفس الوقت وتريزيجيه. بس ده مش مطمعك ان انا ممكن الطريقه دي مش اقتبسها؟ لا ممكن ان انا سرعات صلاح في المساحات ان انا اجيب الناس عليا واطمعهم في اوقات، وفي اوقات لا، وفي اوقات لازم ابقى ضاغط الناس اميده والعب في التلت الدفاعي بتاع الفرق زي الماتش اللي عارف الماتش اللي انت عملته هايل، مش انا اللي هقيمك يعني، بس انا في رايي يعني الماتشات الكبيره اللي انت عملتها لما كابتن ايهاب جلال مسك الزمالك وكان لسه ماسك بقاله يوم او يومين فاكر، وانا ما صدقتش ان كابتن ايهاب خد قرار ان هو يبدا الهجمه من تحت بعد 48 ساعه بس. انا عملت المساحات في الماتش ده لا وضغطت عليه في بدايه الماتش لا وعملت برضه مساحات في ضهره ان انت لا بس عشان جبت جون بدري طبعا انت جبت جون في مساحات في ضهره الاهلي جاب جون في الدقيقه 3 باين ولا وبعد كده رجعت. ده الشكل اللي هنشوفه مع منتخب مصر، فرقه بريتم عالي بتضغط، فرقه بتستخلص الكوره بسرعه،
كل بعد ما تجيب جون تستنى وتلعب الهجمه المرتده، ده الشكل اللي انت بتفكر فيه. هو طبعا خلينا نقول على طريقه اللعب، وفي نفس الوقت انا كمان دائما بقول يعني ان انا غالبا بلعب 4-2-3-1 في معظم السنين الاخيره، لكن ميدو انا باكد ان 4-3-3 مقتبسه لو انت عندك نوعيه لعيبه من 4-2-3-1 يعني خلي بالك انت 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 انت, انت, انت رقم 8 رقم 8 واحد واثنين واثنين بالظبط، رقم 8 ده رقم 8 ده ما بيزود مع 10 تمام، وزادته مع 10 ايه ما انت في اوقات على طول هتختار بيبقى 4-3-3 وانت معاك 4-3-3 بيبقى الديفندر الموجود كده وبيبقى فيه اتنين بس أنا موجودين. عندنا مشكله في نمره 8 غير بس قول لي يعني طبعا يعني اللعيب الكرييتيف طبعا اللي لما فرقه تقف لك قدامك يعني مش لاقي اللعيب اللي ممكن يلعب جنب طارق حامد معلش او يلعب اللي جنب اللعيب نمره 6 اللي يقدر ان هو يلعب كوره متحفظ طبعا دلوقتي خليني ماشي بس انا في رايي يعني اعذرني او بتاسف طبعا دلوقتي هبقى متحفظ شويه لان ما ينفعش دلوقتي اتكلم لا على لعيبتك طبعا طبعا لا منتخب مصر عكس النادي يعني لو نادي عندي بيبقى عندي فرض او فرضين لكن منتخب دلوقتي عندي قاعده كبيره جدا لكن انا بقول لك لا رقم 8 دلوقتي موجود يعني رقم هنشوف واحد جديد من رقم 8 دلوقتي موجود اسم جديد يعني لا ما هو موجود يعني ما اسم عندك جديد عندك على قائمة غالبا يعني. طبعا اسم جديد يعني ما انت عندك يعني حمدي فتحي لو حالته كويسه طبعا طبعا شوف انت حاله كويس طبعا لو حالته كويسه يقدر يدي 8 بشكل كويس قوي عندك في اوقات كتير ان شاء الله لو عمرو السوليه محافظ برضو على نفسه ما بيأدي 8 دي وبيخش وبيشوط وبيكمل عارف اول ماتش امسكه في الاسماعيلي كان السوليه ما عندي لعيب في الاسماعيلي كنا بنلعب الرجاء لعبته نمره 10 4-2-3-1 يقدر يلعبها بس وجاب جون وكان كويس بس جدا. هو 8 بأفضل كتير طبعا بيجي من ورا بالظبط بيجي من ورا بالظبط ففي نوعيات كتير جدا وعندك 6 كتير جدا لا هو 6 واحد بس 6 واحد طارق حامد طارق حامد مفيش انا طارق ودونج يعني الاثنين عندك وعندك 6 وفي نفس الوقت فبقول لك فطريقه اللعب حسب نوعيه اللعيبه المتوفره عندك يعني خلينا نتكلم على الفتره اللي فاتت الفتره اللي انا بقول كانت صعبه جدا ومحدش اتكلم عليها ولا حد انا من وجهه نظري ان حل للفتره اللي احنا مسكنا فيها منتخب مصر بالشكل الوافي طبعا انا بقول طبعا احنا عملنا تعادلين وانا طبعا مش راضي على التعادلين لكن ايه الحاله اللي كانت موجوده عليها منتخب مصر وايه الوفره اللي كانت موجوده عندك والمسافه ما بين الماتشين والسفر وعندك 30 يوم الدوري كان موقوف عندك كم اصابات كان كبيره جدا عندك حته راس الحربه كان وقتها كوكا مصاب مروان مصاب كان في مشاكل كان منتخب الشباب بيلعب عندك مصطفى محمد موجود معاهم شباب الاولمبي طبعا فبقول لك المنتخب الاولمبي فبقول لك في اشياء كتيره جدا الدوري موقف 30 يوم لا كان في حاجات كتيره جدا ما حدش اتكلم عليها لكن انا يعني انا استغربت جدا ان الناس اتكلمت وقيمت المرحله ان ظروف طبيعيه محترفين في ناس ما جاتش محترفين مهمين جدا صلاح ناس ما جاتش صلاح واحد تاني في ناس كتير ورمضان كان موجود برضو مع المنتخب الاولمبي في اشياء كتيره جدا كانت موجوده لكن انا بقول ان منتخب مصر في خطين لازم يمشي فيهم الفتره الجايه وهي انك تحافظ على عناصر موجوده ومهمه جدا وعندها خبرات ولازم يبقى في احلال طب انا اسالك سؤال يعني اتفضل معلش ربنا عرفوه بالعقل وانا في ناس عارفهم كويس يعني النهارده انت بتتكلم في الاحلال وانا لما بقول احلال عارف ان لازم يبقى في عناصر مهمه من المنتخب الاولمبي عناصر المنتخب الاولمبي هي اللي هتعليك ال 20 30 وغير المنتخب الاولمبي طبعا يعني شويه اتكلم على اسماء معينه النهارده مع تعديل المواعيد الفيفا وتعديل مواعيد المباريات الدوليه اصبحت الارتباطات للمنتخب الاولمبي في نفس توقيت المنتخب الاول وكابتن شوقي عنده اولمبيك جيمز وانا بقول لك ان كابتن شوقي هيمسك في لعيبته بايديه واسنانه يعني لا ما هو امتى طبيعي يعني ما امتى ميدو هتعمل ايه لو اتكلمت على السنه الجايه كلها ارتباطات في نفس الوقت لا ما انا لو اتكلمت على السنه الجايه من منطقي لو انا ان شاء الله يعني احنا ان شاء الله عندنا اجنده امتى اول ماتش بتاع التسعه دي تم طبعا تاجيلها عشان عارفين يعني امتى اقول امتى اول مره هنشوف المنتخب لسه ما حددتش المفروض لا المفروض 10 في شهر 10 الجاي المفروض شهر 11 في اجنده وغالبا دول هيبقوا تصفيات كاس العالم الا لو الاتحاد الافريقي كمل تصفيات لكن غالبا هتبقى مباراه كاس العالم في نفس الوقت الفتره دي لا مش هتبقى تصفيات كاس عالم تصفيات كاس عالم 10 10 كان موجود تصفيات كاس عالم وكده كده ان شاء الله المنتخب الاولمبي مش هيبقى عنده ماتشات وديه فتقدر ان انت فالاولويه دلوقتي يعني المنتخب اتحلت يعني الاولويه للمنتخب الاول لكن انت ما تقرب على الاولمبيات وتقرب على السنه الجايه وكده هتسيب اللعيبه شويه طبعا شويه
طبعا لازم يبقى في تعاون طبعا واسيب لعبه شويه، وبعد كده الاولويه اللي عنده الماتشات الرسميه الاقرب بالظبط كده. لكن المرحله اللي جايه طبعا الاولويه للمنتخب الاول. يعني في تعاون كبير بين الكابتن حسام البدري والكابتن شوقي غريب، لازم 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 اي حد يبقى ماسك سواء المنتخب الاولمبي او كده لازم يبقى في طبعا توافق، ولازم يبقى في مناقشات، وهي بقول لك اولويات. وفي نفس الوقت زي ما انا بقول لك في الفتره اللي انا مسكت فيها، ما انا كانت الاولويه للمنتخب الاولمبي وسبت اللعيبه كلها للمنتخب الاولمبي، ونجحوا الحمد لله، ونجحوا الحمد لله وحققوا الهدف برغم ان انا كان بالرغم ان انا كان عندي مبروك. مبروك طبعا ليهم طبعا، واحنا هنيناهم، عملوا بطوله كبيره يا قوي رمضان طبعًا. صبحي طبعا في البطوله دي حسيت ان هو لعيب مختلف. يعني انا دايما كان عندي رمضان وعشان كان متحمل المسؤوليه صح، يعني طبعا اسمه ووجوده ولا عشان كان المنافس على المنتخب الاول ولا عشان كان المنافس اقل مستوى، ده بالنسبه لي مهم. لا لا لا، هو طبعا كل اللي حصل واللي شفناه صورة رمضان صبحي قائد اول مره اقول كده، طبعا وجوده مع المنتخب الاول وفي نفس الوقت كراجل محترف ووجوده في النادي الاهلي، كل ده حمله مسؤوليه كبيره جدا. اي لعيب تاني على فكره، اي لعيب تاني ينزل يعمل دروب ستيب، يعني ياخد خطوه لتحت من المنتخب الاول للمنتخب الاولمبي، ممكن يحبط بالظبط وممكن يبعد. برافو صح، بس هو باين ان هو عنده شخصيه طبعًا قويه جدا طبعًا طبعًا، ان هو كان قائد حقيقي للمنتخب طبعًا. ودي تحسب لرمضان بشكل كبير جدا طبعا، ان اظهر انه ايجابيه كبيره جدا. وبالعكس يعني انا بقول ما ان مش عيب، معظم اللعيبه اللي حواليه استمدوا منه اشياء كثيره جدا في البطوله دي، يعني بقى ليدر بحقه حقيقي. طيب كلنا عارفين ان محمد صلاح مهم جدا لمنتخب مصر، وكان عنده خلافات قبل كده مع الشركه الراعيه. هل انت قلقان ان الخلافات دي ممكن تخلي محمد صلاح ان هو تاثر عليه في المنتخب، ولا انت متاكد ان صلاح هيفصل الخلافات دي وهيبقى مركز مليون المية ان هو يبقى زي ما شفنا ان هو يبقى قائد الحقيقي للفريق؟ يعني انا صلاح يمكن انا التقيت معاه في خلال التجمع اللي كان موجود واحنا موجودين في برج العرب، وكان هو طبعا كان جاي مصاب، كان جاي مصاب وقعد معانا يومين، وشفت قد ايه طبعا تفكيره الإيجابي ومعاملته بشكل مميز جدا جدا جدا. وأنا بقول اللي فيه صلاح ده دلوقتي مش من فراغ، لأن صلاح أصبح طبعا فخر لينا كلنا، أسطورة طبعا، فخر لينا كلنا. أنا بالنسبة لي أعظم لعيب في تاريخ مصر طبعا، يعني لما تكسب البريمير ليج وتكسب الشامبيونز ليج وتقدر تلعب في التوب ليفل طول السنين دي، أنا بقول لك يعني صلاح إنسان يستحق كل اللي هو فيه، لأن بقول لك كل الصفات والمميزات اللي عنده. يعني شخصية جميلة، لعيبه بتحبه جدا، بيحرص دايما على التواجد في المنتخب. هو انسان بقول لك، انا يعني قعد معانا يومين طبعا صلاح تابعته، وكان نفسي كان في وقت كان محمد عامر المدير الفني للمقاولين العرب ومحمد رمضان مدير الكوره، فمحمد رمضان قعد معايا قال لي عندي لعيب طالع رهيب، قلت له طب يا رمضان ما نجيبه ونشتريه وكده، فالمقاولين رفض، فكان محمد صلاح هو محظوظ، هو محظوظ طبعا، والزمالك رفض، هو محظوظ ان يعني المقاولين رفض يبيعوا في الوقت ده، لان ربنا طبعا كرم الزمالك خلاص كان بيمضي معاه. ما انا بقول لك، والاستاذ ممدوح عباس طلع طبعا في المقوله الشهيره قال ان محمد صلاح لا يصلح للعب بنادي الزمالك، ربنا كرمك ان ده كان القرار يا محمد، لان خدت طريق بعد كده مميز جدا. تخيل محمد صلاح راجل اسمه روجير هنروتير، الراجل ده اللي اكتشفني، هو اللي طلعني بره مصر من اكبر الايجنتس في العالم. عشان تعرف الكوره مجنونه ازاي، مجنونه فعلا. كلمت الراجل ده ومحمد صلاح بيلعب في المقاولين، قلت له روجير في لعيب ممكن يلعب في التوب ليفل، لعيب غير طبيعي بسرعه يعني فيري سون يعني، تعال اتفرج عليه. الراجل جه اتفرج على محمد صلاح ثلاث ماتشات في الدوري، تخيل قال لي ايه ولا لا؟ قال لي هيز نوت جود انف، مش كويس. طبعا وجهات نظر بقى بتختلف، بس خلي بالك الراجل اللي بقول لك عليه ده عارف ايه؟ هو اللي اكتشفني، هو اللي اكتشف ياكوبو بتاع نيجيريا، هو اللي اكتشف، هو الايجنت بتاع كورتوا، هو الايجنت بتاع ايدن هازارد، هو اللي اكتشف كل اللعيبه دي. بس مجنونه. انت عارف ان مره ارسن زلاتان ابراهيموفيتش راح لارسن فينجر عشان يعمل ترايل معاه، وارسن فينجر قال ان هو يعني بس وجهات نظر غريبه جدا، ساعات كتير جدا طبعا. واحنا يعني انت لو انت هتفتكر خلال مشوارك وانت لعيب حتى وانت يعني مدير فني، ممكن مدرب يرفض لعيب طبعا طبعا، وانت مدير فني هتيجي في اوقات كده تقول لا يعني انا استعجلت في قرار، وجهه نظري كانت غلط اكيد يعني، لان وبالذات لما تمر بمراحل كثيره جدا. لكن صلاح خلي بالك في تطور كبير حصل في يعني، بس كان باين من هو صغير. انا استغربت، قلت له باين واشتغل على نفسه، بقول لك هو شخصيته كمان جميله وشخصيته يعني ممكن واحد قراره يتغير من لعيب في وقت ووقت اكيد،
زي ممكن قرار كينو بتاعك في النادي الاهلي؟ اكيد. هل كينو عرض عليك في النادي الاهلي؟ لا خالص. يعني لان في اشاعه بتقول ان كينو عرض عليك وانت قلت لا خالص ولا عرض، وكانت قصه برضو مش عارف تكذب عليا قصه كبيره ولا عرض عليا ما عرضش عليك؟ لا لا خالص. اهو كابتن حسام بيقول ان كينو ما عرضش عليك. ما تعرضش عليا خالص في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت زي ما انا بقول لك يعني خلينا نتكلم في صلاح. انا بقول لا بجد لا خلينا نتكلم في صلاح، لان ايه؟ لان صلاح انا عايز يقول لي اسكت. لا والله لا، انا عاوز اديله حقه، لان انا ببقى طبعا سعيد جدا، وببقى سعيد في الماتشات كمان. وفي بعض المذيعين لما تقول لك فخر العرب، اول ما اسمع كلمه فخر العرب دي طبعا انا ببقى بص، انا بقول لك بقى يعني الواحد جسمه بيبقى اشعر كده، وببقى سعيد جدا بالكلمه دي. فصلاح يعني ان شاء الله دايما كده باذن الله يبقى موفق باذن الله. ان شاء الله منتخب كبير زي كالعاده. انت عارف يا كابتن اللعيب وهو بيلعب بره الناس بتبقى فاكره ان هو مش همه مصر، وان هو مش همه راي الناس فيه، وان هو عايش في حته تانية وبتاع. ازاي؟ انا بقول لكم ان اللعيب، وانا عشت التجربه دي، كل كلمه طيبه بتتقال عن اللعيب بتدي له بوش لقدام، بتخليه ان هو يروح قدام. والمشاكل بتعطل اللعيبه ده، بتجيبهم بتشدهم لتحت. انا في وقت من الاوقات المشاكل اللي ابتدت تحصل وابتدت تشدني لتحت، شتتتني بشكل كبير. شخصيتك ايه؟ تفكيرك انا للاسف عشان مرتبط بمصر بشكل كبير جدا. يعني انا تعاملك مع المشاكل، تخيل يا كابتن حسام كنت بعمل ايه لما كان بيبقى عندي اجازه 48 ساعه، كنت بركب طياره اجي. فاكر انت قلت مره كده كنت باجي بس كنت لسه خاطب مراتي، تقعد 24 ساعه تمشي اجي اشوف اشرب معاها حاجه واقعد اكل. لا بس بتاثر في الناس بشكل كبير. اكيد طبعا طبعا طبعا. صلاح اسطوره، اسطوره اسطوره بقول لك، وفي نفس الوقت يعني ظاهره من الظواهر. احنا عارف مصر بلد عندها ظواهر كتيره جدا على مر الازمان وكده، فصلاح انا بقول لك اصبح ظاهره. وفي نفس الوقت انا سعدت جدا بتحليل كنت بسمعه قريب في احد القنوات، وبيقول لك ان الاحصائيات اللي تمت والدراسات اللي تمت على محمد صلاح، ان هو التعصب اللي كان موجود، يعني مش عايزين نخش في ناحيه الدين وكده، لكن التعصب اللي كان موجود ضد المسلمين قل عشان محمد صلاح، عشان شافوه ان هو شخصيه هاديه وطيبه، بيعامل الناس ازاي، ونموذج جيد، وبيعامل الناس ازاي طبعا. بيقول لك يعني بص احصائيات ازاي جميله. فطبعا لما يبقى ليه تاثير، بقول لك التعصب محمد صلاح برضو يعني بالذات ان هم شافوا واحد مجنون قبل كده. لا انت كنت بتعمل مشاكل في تعصب كده. انا كنت متخانق على طول. فصلاح طبعا فخر كبير جدا لينا، وان شاء الله يبقى اضافه كبيره للمنتخب ان شاء الله. طيب بكلامنا عن اوضه اللبس، هنا في اوضه اللبس كلنا عارفين ان الجهاز الفني دايما وارتباطه وانسجامه ببعض بينعكس للعيبه، لعيبه الكره صيعه اذكيه، بيعرفوا لو في اي حاجه وترابط الجهاز. جهاز الكابتن حسام البدري، هل ممكن اوضه اللبس بتاعت المنتخب تتاثر بان في ناس زمالك وناس اهلي وناس كذا، ولا وانس ان انت جيت اتحاد الكوره واشتغلت منتخب مصر كل واحد الناس كلها تحت امر منتخب مصر، ومفيش اي يعني اللعيبه لا يمكن تحس باي حاجه؟ اللعيبه هتشوفك ازاي؟ انا بقول لك الكلام اللي طبعًا بيتردد طبعًا في الشارع. بقول لك اللعيبه هتشوفك ازاي؟ هتشوفك وانت في الملعب، هتشوفك وانت في المعسكرات، بيحسوا بكل حاجه. بقول لك هتشوفك وانت في المعسكرات، هتشوفك وانت قاعد بتاكل معاهم وتتغدى معاهم وتتعشى معاهم، بيشوفوا علاقه الجهاز ببعضه عامل ازاي. زي ما انت بتقول لو كان في عنصر من الزمالك ولا في عنصر من الاهلي، بيشوف التعامل عامل ازاي، بيشوف الاحترام اللي موجود. بنفس الوقت في نفس الوقت خلي بالك اوضه اللبس المساعدين بيبقى ليهم دور كبير جدا طبعا، لان انا في رسائل ببقى ساعات عاوز ابعتها ببعتها عن طريق المساعدين. في اوقات بيبقى في كبار ايجابيات او سلبيات في الفرقه موجوده عندي اللي بيحلها المساعدين، وتوصياتي كلها بتبقى للمساعدين وان هم اللي يتعاملوا في المشاكل دي. في نفس الوقت ببقى عاوز ساعات اسمع من لعيبه، بسمع عن طريق مين؟ بسمع عن طريق المساعدين. يعني هي دي شغلة المدرب في حتة اوضه اللبس اللي انت بتقول عليها، ودور المدرب ان هو يستخدم المساعدين اللي معاه بشكل ايجابي، وفي نفس الوقت كل دي عشان يحصل تقارب ويحصل هدوء ما بين اللعيبه والجهاز، وفي نفس الوقت في اوضه اللبس يبقى فيه زي ما بقول لك ايجابيات على طول، تبقى يعني تصريح الايجابيه ان بيطمن الجمهور المصري ان جهاز منتخب مصر على قلب رجل واحد طبعا، وان لا يمكن لعيبتنا تحس بحاجه. اكيد اكيد. لا انا عايز لا مش تحس يعني. انا عايزك تقول طبعا لا مش تحس يعني لا مش تحس، لان هو اصلا العلاقه مميزه جدا. في نفس الوقت في خطوط احنا خلاص متفقين،
والناس عرفتها، كل واحد ليه دوره، كل واحد ليه دوره، وفي نفس الوقت اسلوبنا ازاي، اسلوبنا في التعامل مع الاخرين كمان ازاي، يعني اسلوبنا في التعامل مع الاعلام، اسلوبنا في التعامل مع اللعيبه، اسلوبنا في التعامل مع الاجهزه اللي موجوده معانا. احنا معانا اجهزه كتيره، معانا اجهزه طبيه، ومعانا مساعدين اداريين كتير جدا. اسلوبنا عامل ازاي، كل الكلام ده طبعا لازم تبقى في يعني متابعه ليه، وفي خطوط في التعامل في الكلام ده، فبالتالي بيبقى في اسلوب في باين، وفي احترام بيننا وبين بعض، فالدنيا بتبقى سهله. لكن خلي بالك ده ما بيمنعش ان استحاله هتلاقي الامور مستقره 100%، لان انت عندك فرقه كوره، الناس ما بتصدق. لا، عندك فرقه كوره، والفرقه دي فرقه يعني بتتكون من شوف كم قد ايه، وفي نفس الوقت اللي بيلعبوا 11 بس، واللي بتغيروا برضو عدد محدد، فبالتالي في ناس بتبقى زعلانه، في ناس بتبقى جايه. يعني انا عاوز اقول لك حاجه، مش شرط ان كل لاعب يبقى محترف بالظبط، ان يبقى ليه دور اساسي، ودي بتبقى صعبه جدا على بعض اللعيبه. اذا بعض اللعيبه ما تفهمتش الكلام دوت، فبالتالي هيبقى مشكله بالنسبه لنا، فبالتالي العنصر ده هيبقى صعب بالنسبه لي ان يبقى موجود معايا. فكل ده الكلام دوت بيبقى بمرور الوقت بيتعرف، وبمرور الوقت لازم اللعيبه تبقى مرنه وعندها مرونه، وفي نفس الوقت يتحول تفكيرهم ان مصلحه الفريق هي اهم حاجه عندي. يعني انا كحسام البدري مصلحه الفريق اهم حاجه عندي، بالعوامل اللي انا قلت لك على بالجو اللي انا بقول لك عليه ان هو لازم يبقى موجود، ويبقى فيه تفاهم، ويبقى فيه طاقه ايجابيه، ويبقى فيه التزام، ويبقى فيه انتظام، ويبقى فيه تقارب، ويبقى فيه حب. كل الكلام ده اللي بحاول طبعا اشتغل انا والجهاز المساعد. كابتن، اكيد الكورونا غيرت لك البلان بتاعك زي ما غيرت لنا البلان، بوظت الدنيا. يعني تخيل البرنامج ده كان هيطلع ممكن من بس شهرين، بس نقول الحمد لله. يعني الحمد لله، ربنا لازم يرحم الحمد لله، لان الناس اللي توفت يعني، ويرحم ربنا يرحم الفنانه رجاء الجداوي، وست كانت جميله ومحترمه ان شاء الله، الله يرحمها ويرحم كل الناس بصراحه. يعني احنا بنقول عليهم شهداء بصراحه طبعا. يعني يرحم الناس، كل الناس اللي اتصابت والناس اللي اتاثرت، ويحمي كل الناس اللي موجوده. ان شاء الله هنعدي على خير منها ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله هنعدي، باذن الله اتحدنا هنعدي. غيرت لك البلان بتاعك، عايز اعرف ايه البلان بتاع منتخب مصر اللي هو شورت تيرم بلان القريب؟ يعني انا فاهم ايه البلان ان شاء الله طبعا، زي ما انت عارف يمكن احنا كنا منتظرين الاتحاد الافريقي، وهو اعلن شويه قرارات تاجيل بطوله الامم الافريقيه، لكن في نفس الوقت مفروض في ريحك ده شويه طبعا، يعني مش عمليه، الدنيا صعبه، صعبه في الوقت الحالي بالنسبه ان يبقى في اللعيبه هترجع دوري، وبعدين في تلاحم لدوري جديد، وفي نفس الوقت اللعيبه كانت فتره طويله مريحه، وهيبقى في ضغط ماتشات. يعني القرار اراحك، اراح حسام البدري، يعني مش انا بس، ده اراح العالم كله. يعني لو قلنا افريقيا، هي افريقيا كلها، لا وكل العالم، كل حاجه اتاجلت، وطبعا كل حاجه بالظبط، كل حاجه اتاجلت. خلينا نتكلم بالمنطق، احنا الكوره علم، وفي نفس الوقت التدريب علم، والمباريات ليها مواصفات معينه، وكل حاجه ليها توقيتات. الاجنده بتاعت المنتخب الفتره الجايه، الاجنده ان شاء الله باذن الله، يمكن احنا كنا مجتمعين امبارح، وفي نفس الوقت كنا مجتمعين قبل كده مع اللجنه الخماسيه، وقلنا وجهه نظرنا في المرحله اللي جايه بعد قرارات الاتحاد الافريقي اللي كنا متوقعينها، وتوقعنا مع اللجنه الخماسيه كل الاحتمالات حطيناها معاهم، وفي نفس الوقت قلنا لو في اجنده بقى ان شاء الله في 10 رسميه، خلاص ده احنا نبقى ملتزمين بيها، وان شاء الله يبقى في تجمع قبليها باسبوع برضو، يعملوا حسابنا في اسبوع قبليها ان شاء الله، عشان نقدر نستعد كويس، لان هيبقى في ضغط لمباراه الدوري العام، فبالتالي هنبقى عاوزين نعمل ما بين يعني انسجام، لان الفتره طويله جدا واحنا ما لحقناش نتجمع مع بعض، وفي نفس الوقت يبقى في استشفاء للضغط اللي هيبقى موجود في مباراه الدوري العام. مباراه الدوري العام هتبقى الفترات الزمنيه بينها قليله جدا، فهيبقى في ضغط، فلازم يبقى في برضو استشفاء وفي انسجام قبل ما تخش على اجنده رسميه. واللي انا متوقع لو هتبتدي هتبقى مباراه كاس عالم، وفي نفس الوقت لو 11 برضه هيبقى مباراه كاس عالم، يا اما انا متوقع يبقى في احتمال تاني ان يبقى 10 مباريات وديه، ممكن الاتحاد الدولي هو بقى اللي هيقرر كده، انت عارف تصفيات الكاس العالم بيختص بيها الاتحاد الدولي. صحيح. يبقى الاجنده بتاعت 10 تبقى وديه، وبعد كده 11، وبعدين 11 تبقى رسميه، هو ده اللي احنا متوقعينه. فانا طلبت طبعا، احنا زي ما عارفين مجموعتنا انجولا وليبيا والجابون، طبعا صعبه، ما بقتش فيك فرقه جداً سهله على فكره، طبعا ما في طبعا وانجولا مميزين جدا، والجابون لا 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 خالص. فطلبت من الجهاز امبارح خلاص ان احنا تابعنا توجو قبل كده، وتابعنا كينيا وعندنا، وكنا بنستعد ليهم بشكل مكثف، لكن هنتابع برضو
الفرق الاخرى احتمال يبقى مباراه كاس العالم. فده اللي احنا عاملين حساب الدوريات في الدول كلها على اساس نعرف برضو المحترفين في الاجنده امتى طبعا المحترفين دول بيلعبوا ولا لا على اساس نبقى عارفين نستفاد ازاي. يعني بص احنا بنتابع الدوريات اللي موجوده حتى في اوروبا عشان لو انجولا عندها لعيبه محترفه وجينا زي ما في لعيب في الزمالك جاي من انجولا فده هيبقى قريب مننا هنشوفه على طول ان شاء الله. فده اللي احنا بنعمله الفتره الجايه ان شاء الله وبنستعد ان شاء الله ونبقى جاهزين ان شاء الله. ان شاء الله. الوقت بيعدي بسرعه مع كابتن حسام وبنتكلم في حاجات مهمه جدا وزي ما وعدتكم في بدايه البرنامج ان برنامج اوضه اللبس هيبقى دايما بيتكلم عن اوضه اللبس. اهم حاجه في كره القدم هي قلب كره القدم. بعد الفاصل هنشوف هل كابتن حسام يفرق معاه ان يتم استئناف الدوري ام لاعب بموسم ام نلعب موسم من اول وجديد. فنروح لفاصل ونرجع نكمل سهرتنا مع المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام البدري. حاولت اكون محامي الشيطان او الديفل ادفوكات وخدت خطوه جريئه ان انا اخش معقل الاهلاويه كان واحد زملكاوي رايح يقعد في مدرج الاهلي وخدت قرار ان انا اروح قهوه الاهلاويه علشان اكون محامي الكابتن حسام البدري واخد منهم الاهلاويه بيقولوا ايه على حسام البدري. شوفوا التقرير ده وانا موجود جوه قهوة الاهلوية في المانيال وتحياتي للحاج محمود. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ عمرك كنت تتخيل ان انا اجي هنا قهوة الاهلوية؟ لا يا باشا انا جاي لكم مخصوص. وانا لعلمك عايز اقول لك حاجة، انا الناس بتفتكر ان انا عندي مشاكل مع الاهلاويه لكن الاهلاويه كلهم حبايبي، بقعد اناقش فيهم كده شويه بس كل الاهلاويه اللي بيقابلوني في الشارع الناس كلهم حبايبي. الله يخليك، ربنا يخليك. اخر حاجه كنت اتخيلها ان انا اجي قهوه الاهلاويه لكن الناس ما تعرفوش ان الحمد لله كل الاهلاويه حبايب. صحيح بنقعد نناقش في بعض وصحيح بنقعد نلعب مع بعض ولكن هي دي حلاوه الكوره. واحلى حاجه في الكوره ان الاثنين الاخوات، واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، وواحد لما الاهلي بيكسب بيبقى بيروح يغيظ الثاني، بيروح الشغل يغيظوا بعض. في كل حته في العالم الامور ما بتتعداش الحته دي. الانجليز توتنهام وارسنال تلاقي واحد بيشجع توتنهام وواحد بيشجع ارسنال، التانيين دربي خايف يروح الشغل تاني يوم عشان يتغلبوا. لكن انا سعيد جدا، صحيح وقت صعب وقت الكورونا لكن اصريت ان انا اجي واتشرف باخواتي الاهلاويه الحاج محمود صاحب المكان. نورتنا وشرفتنا ويعني تعالى من اعلام الزمالك ومفيش عندنا تعصب اهلي وزمالك والحمد لله. الحمد لله لينا حبايبنا الزملكاوي بنيجي بنغيظ فيهم لما نكسبهم وهم يغيظوا فينا لما نكسب، بس الكل مش عن بعض. يعني طبعا عمليه طبعاً. بس اقول لك عايز اقول لك حاجه، عمرك مره هنا في ماتش اهلي ولقيت
عيلين ثلاثة كده زملكاوية راحوا مدخلين واخدين ترابيزة وقاعدين في النص وابتدوا ان هم يرخموا عليكم، ولا ماتش زمالك واهلي ولقيتهم مثلا الزمالك يجيب جون يقوموا يهيصوا، ولا ده معناه ان هم بينتحروا؟ لا 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 احنا الحتة دي اصلا مش موجودة عندنا. احنا من الخمسينات النادي ده موجود باسم الاهلاوية، والاهلاوية والزمالك بيجوا يتفرجوا هنا، ده عارف ده اهلاوي وده زملكاوي، ده بيجيب جون ويهيص التاني عادي. يعني في زملكاوي بيجي يتفرجوا هنا؟ انا مش اول زملكاوي. لا 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 لا, لا ده حبايبنا الزمالك. بس يعني دي يعني انتحار، يعني كانك مثلا مدرج الاهلي في ماتش زمالك واهلي وتروح تلبس فانيله الزمالك وتقعد في وسط المدرج. لا بص الثقافه دي، بص يا باشا معلش يعني انتهت موضوع حته الخناقات والحاجه دي، انا ما اعتقدش انها موجوده دلوقتي، بس هي التشجيع بيبقى ايه متعصب للماتش، يكسب زعل كده، غير ده يغيظ فيه ده هنا. نفس الحكايه بيحصل زي برشلونه وريال مدريد، في ناس بيتفرجوا هنا عندنا بيشجعوا برشلونه وريال مدريد في نفس الوقت، ده بيشجع ده وده بيهيص، فالعمليه. اسمك ايه يا حاج؟ اسمك ايه؟ جمال فلاح. حاج جمال. طيب عايز اسالك سؤال، في واحد هنا اهلاوي زملكاوي من المانيال، القهوه دي في المانيال على فكره يا جماعه، في واحد اهلاوي زملكاوي من المانيال، تعرف مين ولا لا؟ اهلاوي زملكاوي. لا زملكاوي اهلاوي. زملكاوي اهلاوي. واحد حبيبي انا، حبيبي. ده اكيد كابتن يكن. بس عندك كابتن هشام. بنقول لكابتن هشام، بنقول لكابتن هشام الف سلامه عليك وتنال السلامه. بس في واحد تاني غير، لا بس عشان انا مش اهلاوي. لا زملكاوي. زملكاوي. انت عارف بقى ان كابتن يكن الله يرحمه لعب في الاهلي؟ عارف ولا لا؟ وراح الزمالك بعد كده. وراح الزمالك بعد كده صح؟ لا بس في واحد تاني، انا اقول لك معلومه بقى، في واحد حبيبي من المانيال لعب في الاهلي وهو من ناشئين الاهلي، بس من اكبر الزملكاويه اللي شفتهم في حياتي. عارف مين؟ مين بقى؟ حسين علي. حسين علي زملكاوي. زملكاوي اهلاوي. لا بس حسين نفسه زملكاوي. لا حسين زملكاوي، عيلته زملكاويه، انا عارف اصلا، اصحابي من زمان كان بيلعب معايا في منتخب الناشئين، لكن هو هنا من المانيا. وانا صح نعم، وانا جنبي على طول هنا، وانا خالتي هنا كانت من شرطه الروضه وانا صغير، كنت على طول باجي هنا نلعب كوره، وحته جميله وناس ناس وناس جمال. اسمك ايه؟ حسين. حلو. بص احنا معانا النهارده كابتن حسام البدري، طبعا نجم النادي الاهلي، مش مشكله، نجم النادي الاهلي السابق ومدرب النادي الاهلي السابق ودلوقتي مدرب منتخب مصر. كابتن حسام في وقت من الاوقات مشي وساب الاهلي صح؟ تمام. وسط الموسم مشي وساب الاهلي، وفي اهلاويه زعلوا منه. طبعا. لما رجع تاني للاهلي وفاز ببطوله الدوري، نسيت خلاص كل اللي حصل ولا فضل جواك حته؟ لا طبعا ما بننساش، الاهلي ما بينساش ان حد اتخلى عنه في نص الوقت ابدا. بنحب لعبتنا وبنحب مدربينا وبنحب الجهاز بتاعنا وبنحب الناس كلها اللي في الاهلي، بس في نفس الوقت دايما عندنا النادي هو رقم واحد. مهما كان الموقف اللي حصل او سبب الرحيل او سبب المشيان، ما بنديش العذر المناسب ان انت سبت النادي في وسط ما هو كان محتاجك. زي طبعا اسماء كبيره واسماء كتيره سابت الاهلي في وقت كنا محتاج الاهلي ان هو يكون موجود. بس والله اللعيبه دي، بس انا اقول لك حاجه، انا حسام ابراهيم اخواتي، يعني انا عايز اقول لك حاجه، ان حسام ابراهيم نفسهم كانوا هم نفسهم بيموتوا ان هم عايزين لا هم لغايه دلوقتي بيموتوا في الاهلي، بس هم كانوا ميتين ان هم يقعدوا في الاهلي. وايامها الكابتن صالح الله يرحمه والكابتن ثابت الله يرحمه وكابتن طارق الله يرحمه، ربنا يرحمهم كلهم جميعا ناس عظماء، كان عندهم اصرار ان خلاص حسام ابراهيم، يعني النادي الاهلي عنده حته دايما ان السنه دي ده اخر موسم، زي ما قالوا الكابتن طاهر، زي ما قالوا الكابتن، في حته في النادي الاهلي كده ايه، ان خلاص السنه دي اخر موسم. فحسام وابراهيم انا بشوفهم ان هم ايه، صحيح عمرهم يعني بس يعني مثلا واحد زي حسام عاشور ده مثلا. طبعًا. ده مثال، حسام عاشور ده عنده 34 سنه، يعني خلاص، يعني انا بالنسبه لي خلاص، يعني هتقول لي يا ابني انت حاسس ان هو بدنيا مش قادر خلاص. خلاص في ناس اشد منه، في 20 سنه، في بادجي، وفي عيال صغيره في السن. يعني ادى اللي انت اديت اللي عندك، عملت بطولات مع النادي الاهلي، فانت اختم حياتك في الاهلي زي طبعا. بركات راح الاسماعيلي وفضل في الاهلي. لا انت كاهلاوي، انت راجل بتاع مدرج. انت اهلاوي، انا راجل زملكاوي بتاع مدرج. يعني احنا يعني كجمهور الاهلي ويحب الاهلي، احنا عارفين القيادات مثلا ايه، لا المرشحين، لا الخطيب بعد كده طاهر ابو زيد، عارف ايه اسامي معروفه، حسام غالي، الناس اللي لا انا قصدي هو دلوقتي حسام لو ما راحش نادي تاني تمام اعتزل تمام. هيبقى اسمه اعتزل في الاهلي، اعتزل في الاهلي برضه، مش برضه هتبقى زعلان منه؟ لا ما زعلش منه طبعا، خلاص دلوقتي قربوا كده منك.
دلوقتي حسام البدري راجل حسام بيقول ان هو مش قادر ان هو ابدا ينساله ان هو ساب الاهلي ومشي في وسط الموسم، لكن اداره الاهلي نفسها سمحت حسام البدري، واكبر دليل على كده ان هي رجعته مره تانية ان هو يبقى مدير فني بتاع النادي، والراجل اشتغل واخلص وجاب بطوله وراجل ابن النادي الاهلي من هو عنده 17 سنه. يعني لما جيت بصيت على السي في بتاع كابتن حسام لقيت ان هو موجود في النادي الاهلي من هو عنده 17 سنه او من هو كمان اصغر، ده هو عنده 17 سنه طلع فريق اول. هل يعني انت كراجل مدرج وراجل بتاع جمهور وراجل جمهور، الاداره نفسها سمحته، ليه انا كمان ما سامحوش؟ والراجل ايه المشكله ان هو دلوقتي راجل بيشرف النادي الاهلي ان هو مدير فني منتخب مصر اسمه ان هو راجل اهلاوي؟ الناس كلها سمحته على دلوقتي هو ماسك منتخب مصر، الناس كلها بتشجعه اهلاوي وزملكاوي. لا يعني انت بالنسبه لك الموضوع خلاص خلص؟ لا خلاص خلص، عندكش مشكله بالظبط خلصت ده انت قلبك اسود ده احداثه خلصت. لا انت قلبك انت عارف انت شبه مين كده بالكمامه كده؟ شبه المحمدي، احمد المحمدي صح؟ اسمي حسام حسن. اسمي حسام حسن، وابويا سماني حسام حسن تيمونا حسام حسن ايام ما كان اهلاوي وكان في الاهلي، لان والدي مشجع متعصب جدا للاهلي. المفروض كان يغير اسمك بقى بعد ما راح هو كان، وكان حسام ابراهيم، كان كابتن حسام الاهلي قال له هنجدد لك تاني وتقعد في النادي بس مش هنجدد لكابتن ابراهيم. وساعتها كابتن حسام تمسك ان يبقى التجديد يلينا احنا الاثنين، يعني نمشي احنا الاثنين. وساعتها فعلا مجلس اداره الاهلي قال لا الاثنين يمشوا، روحهم رايحين الزمالك. بالظبط فرصه انا مؤاخذه الناس الاهلاويه نتكلم على الزمالك، شايف الزمالك ازاي وايه رايك في فتره رئاسه المستشار مرتضى منصور لنادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ صراحه فتره المستشار مرتضى منصور صراحه كان فيها انتصارات وكان فيها رد يعتبر للزمالك في وسائل الاعلام، ان وسائل الاعلام يعني عشان ما حدش يزعل ان كلها متجه لاتجاه واحد. هو بنى بوك اعلامي لنادي الزمالك، بوك اعلامي لنادي الزمالك، والقناه اللي فتحها جديد دي برضو فتحت برضو يعني ايه معلومات لنادي الزمالك كبيره ما كانش اي حد يعرفها. حبيبي بشكرك حاج محمود. ايه رايك في الخناقه اللي ما بين مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره الاهلي؟ والله بص الحته ديت يعني بالنسبه للكابتن مرتضى منصور يعني هو عمل كتير قوي لنادي الزمالك، احنا ما نمنعش الكلام ده، بس في حاجات يعني من اعلام النادي بتاع الزمالك نفسها، مواقف من لعيبه انا اعرف عنها، ان اسامي بتاعت حدائق بتاعت النادي كان كل واحد ليه مكان باسمه، الحاجه دي في لحظه يلغي تاريخ ده ويلغي تاريخ ده. يعني مفيش تاريخ حد صدقني، مفيش تاريخ حد، الناس عندها عين وعندها مخ والناس عندها قلب، عارفين مين. مفيش واحد زي حسن شحاته ولا زي اشرف قاسم ولا بتاع بتشيل تاريخه بان انت تشيل جنينه ولا انت تشيل. دول ناس عملوا التاريخ بدمهم وبعرقهم لمصر والنادي الزمالك، فكلها حاجات صدقني. وهتلاقي بعد شهرين ثلاثه ان ترجع لا بس يعني دلوقتي احنا بالنسبه للزمالك دلوقتي يعني بصراحه صفقات كويسه وفي منافسه كويسه، منافسه كويسه بطوله ابطال افريقيا. بس انت 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 في موضوع كابتن حسام البدري قلبك اسود ولا سامحته؟ لا انا بالنسبه لحسام البدري لا، هو مدرب معلش، ما حسام خدها من البدايه، بدا على جوزيه ناشئين. لا ده قبل كده كمان كان مساعد كابتن شطه في الناشئين. ايوه يعني انا بلعب قدامهم زمان، دخل في قطاع من يعني من هو صغير. فحته وتسقل الموهبه دي برضه جوزيه برضه يعني بنى اسمه، ده له خبره كبيره. يعني واحد واخد اكتر من 15 بطوله 19 بطوله مع الاهلي، فحته حسام البدري مدرب النادي الاهلي دي لا انت قصدك سامحته يعني. خلاص انا بالنسبه لي دي انا كمشجعين النادي الاهلي نفسهم مش حاطين في دماغهم ان هو ساب الاهلي ومشي، يعني حته ان هو هيفضل موجود لا، بيتنقل من هنا لهنا. حسام البدري حسام حسن امنيته اللي انا يعني انا كاهلاوي امنيتي انه يمسك مدرب النادي الاهلي، يمسك مدرب منتخب مصر، يعني هو يستاهل طبعا يستاهل، وهو ابن النادي الاهلي، حسام ابراهيم ولاد النادي الاهلي. بس هي حته انا معاك يا حاج محمود حبيبي، وانا مع راي حاج محمود ومع راي حاج جمال ان حسام البدري رجل صنع تاريخ كبير جدا جوه النادي الاهلي، وممكن في وقت من الاوقات تكون خدت قرار الناس شايفاه ان هو غلط وانت شايفه صح، لكن ده ما يقدرش يمحو، مهما غلطت ما يقدرش يمحو التاريخ ابدا. حسام البدري واحد من
الشخصيات المحترمه جدا اللي بنى تاريخ كبير جدا جوه النادي الاهلي، سواء كلاعب، سواء كمدير كوره، سواء كمدرب عام، سواء كمدير فني، واكيد في يوم هيرجع فيه النادي الاهلي. حاج محمود بشكرك على استضافتك الجميله. حبيبي ربنا يخليك، شرفت حضرتك. على فكره هاجي لكم اتفرج معاكم على ماتشات هنا. هاجي انا واصحابي كانوا اتفرج على ماتشات هنا. يعني ازاي؟ شايفين الروح الحلوه والجمال، الناس بتقعد بيشجعوا، ده بيشجع الزمالك، ده بيشجع الاهلي، وبعد كده كلهم في الاخر اخوات واصحاب واولاد منطقه واحده. بشكركم وبرجع مره تانية للاستوديو. عشان خاطرك رحت. لا حوار جميل. لا انت لازم تروح كل حته. بس انا رايح بدافع عنك. انت راجل دلوقتي مذيع ولازم تقابل كل الناس طبعا، ولقاء جميل طبعا، وهم جمهور جميل، جمهور الاهلي طبعا. والجميله يا كابتن حسام، انت عارف احنا قاعدين في قهوه الاهلاويه، لقيت في 3 4 زملكاويه قاعدين. عارف القهوه دي كويس. طبعا. وراجل اسمه استاذ هشام من البنك وبتاع، والناس بتتكلم وبيتكلموا بتاع، هو ده جمال الكوره. هتلاقي حوار جميل في كل حته في العالم طبعا. في ناس بتاخد الموضوع ده لأبعد من الكرة، بياخدوه لأبعد من الكرة المصالح الشخصية، مسؤولين. لكن الحقيقة إن كرة القدم، مش بقول الكلام ده، أنا وعدتكم إن أنا مش هقول كلام إنشا وكلام ملوش، يعني هي دي الحقيقة. أنا ممكن النهاردة الجمال في كرة القدم إن أنا راجل زملكاوي، أهلاوي، إسماعيلاوي، اتحاداوي، بورسعيدي، بروح تاني يوم بناقش زميلي، بنتكلم وبتاع، لكن ما تعديش الكرة. الأول عايز أعرف رأي حضرتك في واحد حسام حسن، قلبه يعني شايل شوية، والحاج محمود والحاج جمال الاثنين بيقولوا حسام البدر ابننا واحنا في ظهره وما فيش اي مشكلة. انت عارف ان الشريحة دي من جوه من النادي الاهلي موجودة، والشريحة دي موجودة، عايزك تقول لي ايه رأيك. لا هو بص، الفرق في السن ما بين حسام حسن وما بين الاخرين، هتلاقي ان في الاخرين طبعا عندهم حكمة، وفي نفس الوقت حسام شاب متحمس، وفي نفس الوقت بيقول ان انا سبت النادي الاهلي. انا عمري ما سبت النادي الاهلي بشكل يعني سيء، او يعني انا المره اللي سبت النادي الاهلي استقلت. ما هو الناس واخده دي ان في وسط الموسم وكان النادي محتاجك. انا بقول لك انا بقى دلوقتي محامي الشيطان بتاع الجمهور. لا لا انا استقلت وقتها، لان كنا خسرنا مباراه وما كنتش انا راضي عن الجو العام وقتها وعن الخساره ديت. كانش ليها اي علاقه باي عرض تاني خالص خالص لا خالص. ساعه ما استقلت انا، لا ما انا ما مسكتش، انا فضلت قاعد، وجالي بعد كده المريخ السوداني. بعد ما استقلت جالي المريخ السوداني فاستقلت. ف رحت وخدت الدوري هناك. خدت الدوري خدت الدوري مع المريخ السوداني، وكانت اول مره بعد 7 سنين، يعني ما كانوش خدوا الدوري. فانا استقلت، ويعني اي مدرب ممكن يستقيل في اي وقت. سوء نتائج، يعني سوء نتائج وقتها، ما كانش سوء نتائج، كانت خالص مش عشان عرض تاني خالص. وده مهم ان جمهور الاهلي يفهمه بالظبط. انا بقول لك حسام هو شاب لسه طبعا، يعني متحمس كده، لكن التانيين اتكلموا بحكمه واتكلموا بهدوء كده، وعارفين التانيين عارفين حسام بدري قوي طبعا، عشان بس هم عواجيز شويه فاكيد. لا انا عايز حلو. فعارفين حسام البدري من زمان، لكن حسام متحمس شويه. فعمري ما سبت النادي الاهلي، لان خلي بالك النادي الاهلي يعني مهما اتكلمت طبعا مش عدي النادي الاهلي حقه، لان النادي الاهلي هو اللي عمل حسام البدري. وزي ما انت قلت، شوف انا دخلت النادي الاهلي وكان عندي كام سنه، وهو اللي صنع اسمي، وفي نفس الوقت ارتباطي بيه وبجماهيره لغايه دلوقتي يعني ما اقدرش اوصف يعني ارتباطي ازاي بالنادي الاهلي، لان انا عشت فيه واتربيت فيه، وهو اللي عمل اسمي، وفي نفس الوقت هفضل طول عمري طبعا يعني بكن كل فضل للنادي الاهلي يعني. اكيد طبعا طبعا. عايز اوريك شويه احصائيات، وده جزء من البرنامج بتاعنا. الاول الهاشتاج بتاع اوضه لبس البدري لحلقه النهارده ترند رقم 1 في مصر. بشكر كل متابعينا والناس كلها اللي بتتابعنا، كل الناس متفاعله معانا كابتن حسام. طب الحمد لله. كل الناس التفاعل ده بشكرهم طبعا، عشان خاطر حسام البدري بشكرهم جدا، عشان خاطر يعني نفسهم يسمعوا كلام المدير الفني لمنتخب مصر ويطمنوا على مستقبل منتخب مصر. ان احنا نبقى في اول حلقه ترند رقم 1 في مصر، ده غير بسبب تشريف كابتن حسام البدري لينا، لكن لمجهود كبير جدا من مسؤولي قناه النهار ومن فريق العمل، بشكرهم. لان بالنسبه لنا الطلعه الاولانيه كانت مهمه جدا. عايز اوري حضرتك شويه احصائيات، وانا راجل بتاع يعني ايه، انا مؤمن ان الاحصائيات خاصه بيا انا بحضرتك. أوكي. بين التكنولوجي وان الارقام والاحصائيات تقدر تساعد اي مدرب،
وتقدر تساعد اي اعلامي برضو. اكيد طبعا. كابتن حسام البدري عدد المباريات اللي لعبها كمدير فني من سنه 2009 ل 2020 233 مباراه، فاز في 159، تعادل في 47، وخسر 27 مباراه فقط. نسبه الفوز لكابتن حسام البدري في المباريات 68.2%، التعادل 20.2%، والخساره 11.6% فقط. وده بياخدنا ان حسام البدري هو المدرب الاكثر فوزا من بين المدربين الذين تولوا مسؤوليه منتخب مصر عبر التاريخ في لحظه توليه المسؤوليه كمصري كله. عارف يعني ايه 68% ولا لا؟ اه طبعا عارف يعني ايه. ان انت يعني حتى 68% ده رقم كبير جدا. يعني اعتقد مش عارف ان نسبه فوز جوارديولا ما تجيش 68%. ما تتغرش قوي يعني. لا ما تتغرش. لا انا جوارديولا. لا بس نسبه كبيره. جوارديولا انا بحب جدا. كنت تعرف النسبه دي؟ لا ما كنتش اعرف النسبه دي. بس دي داخله فيها برضو الاجانب يعني في شغلهم خلق. كله ما فيش حد مسك. بص لا يبقى طبعا اعتز بيها طبعا النسبه دي طبعا. انا بقى افتكر ان ده ان لا طبعا يبقى انت ميدو انت بس انا هعمل لها بس سكرين شوت بقى لازم هتبقى هجيب لك سكرين. لا بس نسبه فوز كبيره جدا الحمد لله. كابتن حسام البدري 9 بطولات صح؟ انا كمدير فني 9 بطولات. كمدير فني 9 بطولات وده رقم كبير جدا. انا معايا بطوله واحده وفرحان بيها. هو لا بفضل الله بفضل الله يعني برضو على يعني على المستوى المحلي يعتبر اكتر من مدير فني مصري حقق بطولات. مفيش حد يعني. انا عملت بقى انا دي عملت لها سيرش. فيش مدرب مصري عمل 9 بطولات. لو عايز بقى اي محلل اداء حد يجيب لك ارقام موجود. لا طبعا دي ارقام حضرتك مع النادي الاهلي. شباب جابوا لنا الارقام. 3 ولايات للكابتن حسام البدري مع النادي الاهلي في مباريات 181 مباراه، فوز 119، تعادل 40، الهزيمه 22 مباراه، الاهداف المسجله 315، الاهداف اللي استقبلت في عهد الكابتن حسام البدري مع النادي الاهلي 133 هدف. ودي برضو تعتبر نسبه فوز كبيره جدا. طبيعي ان في الاهلي ان الاهلي بيهاجم، الاهلي بيصنع فرص، الاهلي معاه نجوم كبيره، الاهلي والزمالك معاهم احسن نجوم في مصر. فدي ارقام حضرتك هبعها لك وخليها معانا. اكيد طبعا. لكن ارقام يعني ايه رايك فيها؟ احساسك ايه ان انت تبقى اكتر مدرب او يعني اكتر مدرب عنده نسبه فوز في تاريخ مدربين منتخب مصر؟ طبعا اكيد حاجه طبعا بتسعدني ودايما على طول انا عندي حته التحدي. فما بسمع كده وانت سمعتني حاجه جديده النهارده، سمعتني حاجه جديده بتديني طبعا دافع اكتر. لان انا بحب حته الدوافع جدا وفي نفس الوقت بحب التحدي. فاكيد الارقام دي يعني كويس. كان واحد محتاجها في الفتره دي، كان واحد عاوز ريفريشمنت يعني. طب عارف اكيد طبيعي يعني اكيد. طب ليه كل رغم الاداء الجيد والبطولات وارقام جيده جدا زي ما استعرضت مع حضرتك، ليه كنت بتتهاجم في الاهلي؟ يعني كنت بحس ساعات ان انت عندك ضيق كبير جدا ان في ناس في الميديا وناس في اوقات يا ميدو اوقات. لكن هنتكلم على القاعده العريضه. لا انا بشوف لا خالص القاعده العريضه. انا بشوف في الشارع وبشوف في كل حته وبتقابل مع ناس جماهير النادي الاهلي وبشوف ارام طبعا طبعا تقدير. ومش كده غير ما يعني ببقى سعيد جدا لما الناس تقول لك ايامك ويا ريت تبقى موجود تاني وشوفنا دلوقتي وشوفنا الفرق. لا يعني ببقى سعيد جدا. لكن خلي بالك الهجوم ده ايه، انت ما بتقرا شويه. مفيش مدرب ما بتهاجمش. لا مفيش مدرب ما بتهاجمش. وفي نفس الوقت في اوقات بيبقى ليها اغراض يعني غير حقيقيه طبعا يعني. دي كانت بتبقى واضحه جدا. لكن زي ما انت قلت اسكان الارقام يعني الحمد لله بالشكل ده يبقى ما بيبقى فيه هجوم يبقى شيء مش طبيعي. شيء مش طبيعي طبعا. فالشيء مش طبيعي طبعا بيبقى خارج من طبعا من قله. هو المشكله ان في الزمالك والاهلي دايما الـ 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 الاحلام والطموحات والاهداف عاليه جدا. جمهور ما بيقبلش الا على طول المكسب المكسب المكسب. ايوه يا بس يعني اي دروب برضه الناس يعني بيبقى فيه رد فعل سلبي بشكل كبير. انا بقول يعني بمنتهى يعني عاوز اقول بمنتهى التواضع يعني. مش انت شوف النتائج مع النادي الاهلي زي ما انت قلت كانت عامله ازاي، العروض مع النادي الاهلي كانت الاداء عامل ازاي. فبالتالي ده واقع يعني انا عشته وعارفه واللي حواليا واللي كانوا بيشتغلوا معايا عارفينه. فبالتالي اما بتيجي تلاقي بقول لك زي ما انت بتقول في وقت معين
في نقد مش مقبول او كده اكيد بتبقى عارف ان دي الاسباب مش طبيعيه يعني او من ناس يعني بعاد عن الواقع. يعني ارقام تانية، اكتر اللاعبين مشاركه تحت قياده الكابتن حسام البدري في النادي الاهلي، حسام عاشور 139 مباراه، احمد فتحي 132 مباراه، شريف اكرامي 109 مباراه، عبد الله السعيد 96 مباراه، والغريب ان هم كلهم مشيوا وباقي وليد سليمان 86 مباراه. كلهم اسماء مميزه يعني. طيب طبعا فرصه ان حضرتك موجود كلهم معايا. اسماء مميزه طبعا يعني. ايه راي حضرتك في موقف حسام عاشور؟ الاهلي جمهور الاهلي زعل منه ان هو مشي بالشكل ده؟ لا هو انا حسام لو يسمعنا دلوقتي طبعا بالرغم طبعا قولي الارقام تاني يا جماعه الشاشه لو انا قلت لك ان النادي الاهلي ده بيتي يعني، وهو عارف ان انا في مكالمه بيني وبينه اول ما حصلت المشكله حضرتك كلمته قبل ما تتطور المشكله على طول حضرتك كلمته على طول انا اللي كلمته حسام يعني بالرغم من يعني انت بتقول منتخب مصر دلوقتي لكن النادي الاهلي وبيتي وعشنك وابني اكتر لعيبه مشاركه وانا قلت له حسام فكر ولازم تاخد قرار صح وانا يعني يا حسام بنصحك انك لازم تعتزل في النادي الاهلي. فقال لي يا كابتن انا بفكر لسه بشوف. قلت له بس دي نصيحتي ليك يا حسام لازم يعني انت نصحت حسام عاشور ان انت لازم ما تلعبش بعد كده يعني يعني لو كان في طبعا ما يلعبش بتاريخه الكبير ده وبانجازاته الكبيره دي كان حسام لازم طبعا يعني يختم مع النادي الاهلي لكن كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر لكن دي كانت نصيحتي لحسام يعني. طب احمد فتحي وشريف اكرامي الاثنين كان موقفهم الاثنين رحلوا بس الناس ما زعلتش من شريف لان قالت لك شريف كان واضح من البدايه شريف قال وارى ان الاهلي ممكن يكون ما عندوش استعداد ان هو يبقي عليه الموسم او موسمين اخرين فكان صريح والناس عجبها كده قوي على العكس احمد فتحي راح وسمع وكان اصلا عنده عرض والناس زعلت من ده. ايه راي حضرتك في موقف شريف اكرامي ورايك في موقف احمد فتحي؟ خلينا نقول يا ميدو صعب جدا ان احنا نحكم على الامور كلها لان اكيد في تفاصيل اكيد محدش عرف. طبعا اكيد في تفاصيل بعيد لكن انا بقول ان التلاتة ليهم تاريخ كبير جدا الخمسه والله طبعا كله لا الخمسه طبعا انا بس بتكلم على انت بتتكلم على الحاله شريف. اللي كانت موجوده حسام عاشور والتجديد لاحمد فتحي وشريف فانا حسام عاشور نوعيه طيبه جدا انا بقول حسام كان محتاج حد معاه يعني كان محتاج حد ينصحه النصيحه كان محتاج حد معانا انا ما اعرفش هو سخن ليه يعني حسام الناس كانت بترد عليه وبتتكلم انا بحب حسام عاشور جدا بحترمه على ان هو لعيب كبير طبعاً وتاريخه تاريخ. سخن يعني ايه المشكله ان الناس ما ردتش عليك اربع خمس ساعات اكيد التفاصيل الناس قالت لك هنعمل لك ماتش اعتزال كده كده اصلا اخر سيزون انت لعبت ما كنتش بتلعب فده يعتبر تكريم كلها تبقى عندنا يعني لكن مش عارف ايه اللي سخنه انا بقول الامور دي لعيبه ليها اسمائها وتاريخها كبير جدا وفي نفس الوقت يعني انا يعني بطلب من الناس ان هم ما يزعلوش من اي حد منهم لان بقول ان هم ادوا النادي الاهلي بشكل مميز وفي نفس الوقت انت شفت ارقامهم عامله ازاي شوف الارقام عامله ازاي يعني. سعيد بالابقاء على وليد سليمان لموسم اخر طبعا وليد لعيب كبير جدا تحس ان هو من اخر ريحه اللعيبه بالظبط اللي تحب تجيلهم الكوره وانا بحب وليد جدا على المستوى الشخصي كمان يعني لعيب كوره مميز جدا لكن على المستوى الشخصي كمان ارقام اكثر اللاعبين تسجيلا تحت قياده الكابتن حسام البدري وليد ازارو 25 هدف في 40 مباراه عبد الله السعيد 26 الملحوظه دي وليد ازارو بص الفتره يعني الاخرين طبعا مميزين لا ما انا هرجع لك لكن بص كام سنه وبص ما انا هرجع لك بقى وبص وليد ازار وبص النسبه كانت عامله ازاي مش هسيبك هرجع لك طيب طيب عبد الله السعيد 26 هدف في 95 مباراه وليد سليمان 23 هدف في 85 مباراه نظري ضعف للاسف عماد متعب 22 هدف في 54 مباراه وجونيور اجايه 21 هدف في 71 بس احنا ظلمنا عماد متعب كده عشان دي فتره حسام البدري بس لا طبعا لان عماد لعيب طبعا لا نسبه اهدافه طبعا لو جبته مع هو دي نسبته معايا تحت فعلا اتعرض عليك ان هو يبقى مدير كره في المنتخب وانت رفضت ولا لا ما تعرضش خالص لا ما رفضتش خالص يعني ما تعرضش لا اتعرض اتعرض وفي الاستاذ عمرو الجنايني ما كلمني قال لي الاسماء وقال لي عماد متعب هل انت عندك مانع قلت له خالص ما عنديش مانع خالص انا كنت مسافر قلت له هنرجع نناقش كل الاسماء المطروحه لكن ما عنديش اي مانع ان عماد يبقى يعني طبعا يعني عرض عليك عرض عليا وبعدين ايه اللي حصل يعني ليه يعني طبعا بركات اما رجعت كان لسه هتبقى في قاعده مع الاستاذ عمرو الجنايني واللجنه الخماسيه عماد على طول خد قال انا يعني بعتذر ان انا لو في ترشيحات ليا لا انا بعتذر يعني عماد اللي اعتذر عن ان هو يكون المدير الكره في الجهاز الفني لا مش ما كانش لسه هيبقى ما قلناش يعني ما قلناش عماد هيبقى مدير بالظبط اعتذر عن الترشيح
هو اعتذر حس ان يعني في موقف خالص ولا خالص خالص ما فيش او حس ان الموضوع أنا بص هو حس ان الموضوع بسبب ان هو كان طلع اتكلم ان هو مشي من الاهلي بتاع حس ان ده ممكن يعيق عمل الجهاز الفني والجهاز انا حسام بدري تفكيره مش كده خالص وعمر ما بقى كده لا بكلمك على عماد وكل عماد. مع عماد برضو عماد كل لما الوقت بيعدي بيكتسب خبرات وفي نفس الوقت انت اما بتيجي تاخد قرار بتاخده بشكل مختلف لو في فتره وانت علاقتي بيك كلاعب بنتعامل على اساس انك انت لاعب في الفتره دي مع عماد كان في فترات محدش يتكلم على عماد متعب تعرف تهرب مني انت كويس لا لا بعرف مش بهرب منك انت ما جاوبتش السؤال بقول لك الحقيقه ميدو يعني بس انا اقول لك الكلام اللي انا فهمته من حضرتك اتفضل ان عماد متعب هو اللي اعتذر عن الترشيح عن الترشيح اه بالظبط مش عن اعتذر يعني عشان لسه ما كناش قررنا مين كان مترشح بركات مترشح عماد متعب وقلت للاستاذ عمرو الجناين ان احنا هنقعد قلت له الاسماء الاهلي الاستاذ عمرو الجناين قال لي فيه قلت له طب قول لي الترشيحات طب بقى عماد اعتذر في النص فعماد اعتذر قبل ما نقعد ونقرر بس ربنا كرمك في الجهاز بوجود محمد بركات لا ده فرصه بقى يعني لا يعني عماد محمد بركات من احلى الشخصيات لكن اللي بركات انا قابلتها في حياتي انسان مميز جدا وانا سعيد بحاجه حي بركات كل سعيد بحاجه بركات يعني شفته وطبعا انا بحبه كلاعب جدا 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 وكان له تاثير لا وكان لا غير انه هو كان اجمد ولا ابو تريكه كنت بحبه كلاعب وابو تريكه طبعا لا هو كان اجمد ولا ابو تريكه كان مدير فني انت في كلاعب يعني في ناس بتقول لك ان بركات كان تاثيره اكبر وفي ناس تقول لك لا ابو تريكه مفيش حد يقارن الاثنين حاجه كبيره قوي رد عليا لا الاثنين حاجه كبيره يا ميدو قوي يعني انت وقت لما تيجي تقول بركات وعماد متعب الاثنين حاجه كبيره جدا وقتها وليهم يعني الاثنين جامدين جدا. جدا ابو تريكه على فكره كان لعيب كبير قوي في الماتشات الكبيره وبعدين الاثنين ستايل مختلف قوي وانت لما تيجي تقول ستايل مختلف يعني ده ليه اهميته ده ليه اهميته طيب معايا واحد حبيبك معانا الكابتن محمد يوسف على الزوم يا يوسف مساء الفل مساء الفل مساء الفل ميدو ازيك طبعا بمس عليك طبعا بمس عليك ومس على الكابتن حسام متابعكم من بدري وجميل جدا الحوار ومبروك طبعا على التجربه الجديده دي ربنا يوفقك ويكرمك تجربه جديده في الاعلام شفناك محلل دلوقتي بقى انت بتقدم فبالتوفيق ان شاء الله وجودك حبيبي احلى بدايه ان انت بادئ كمان مع كوتش كبير وكوتش كابتن حسام يعني الله يخليك يا يوسف ازيك يا حبيبي الله يخليك كابتن الحمد لله الحمد لله تخيل اقول لك حاجه تخيل ان انا لعبت مع كابتن محمد يوسف لحقته ايوه لعبت معاه في المنتخب مع كابتن جوهر الله يرحمه مع انه اكبر مني 25 سنه بس هو عمر شويه عمر شويه هو ميدو اقول لك حاجه عمر شويه هو يوسف طول شويه كابتن جوهري الكابتن يا كابتن ده انا عمرت ايه ده انا بطلت 35 دي مش عامل يوسف انت عاوز تلعب لغايه 40 بس على فكره لا كان نفسي بس على فكره اقول لك عاوز تلعب لغايه 40 يا يوسف ولا ايه؟ قال لك عمرت ايه ده انا لعبت لغايه 35 على فكره كابتن حسام على فكره يوسف كان لعيب كبير اللعيبه بتكمل 38 و39 وكده بص بس يوسف كان لعيب كبير من احسن السنتر باكات اللي جت لعيب كويس قوي بتبدا هجمه بشمالها طبعا وبعدين كان شخصيه يعني يوسف مازال طبعا شخصيه جميله وبرده كان بيشتغل على نفسه يعني قوي ملتزم كويس قوي انا عايز افهم ايه الماركه اللي انت لابسها ميسي دي دي ماركه ميسي انت عايز تبقى والله بص يعني. انا قاعد في الساحل انا قاعد في الساحل لا ولا ميسي انا قاعد في الساحل هو طلع بدرس ميسي هو يعني كان كده هتفتكر وبعدين هو طلع بصدره فوق كده عايز باين ميسي ولسه جاي بقى كنت بلعب شويه رياضه كده فجاي بقى دوبك يعني طيب انتوا عاملين ايه الحمد لله جو اشتغلت مع كابتن حسام كمدرب عام وبعد كده كابتن حسام رحل وانت توليت المسؤوليه طبيعي هي دي سنه الحياه اتعلمت كتير من وبعد كده طبعا فزت ببطولة افريقيا ابطال الدوري اتعلمت كتير من كابتن حسام البدري في الشغل معاه في الفتره اللي اشتغلت فيها معاه كمساعد او كمدرب عام ده اكيد اكيد اولا انا لازم اقول الحقيقه ودي بقولها في كل مكان وفي اي حته ان كابتن حسام هو طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى كان ليه فضل يعني هو طبعا اختارني من قطاع الناشئين لما تولى المسؤوليه في 2009 فكان مشكل هو جهاز وكان معاه كابتن علاء موجود من مع مستر مانويل فعمل له ابجريد مدرب عام واختارني انا مدرب مساعد فاشتغلت معاه فتره اللي هي اول فتره والحمد لله عملنا كوره كويسه وكابتن حسام كمان عمل كان اول تجربه ليه وعمل شغل كويس جدا وبعدين اشتغلت معاه تاني بقى في 2012 كان كمدرب عام بقى مش وكان معانا احمد ايوب وطارق سليمان وبرضه كانت تجربه حلوه جدا استفدت طبعا منه كتير
وكسبنا بطولات مع الكابتن حسام بصراحة، بطولات كبيرة يعني. كان أول بطولة أفريقيا في الوقت ده كانت مع الترجي، وكانت مباراة من أروع نهائيات عملت. الماتش اللي كان كويس فيه أوي سيد حمدي ده، صح؟ سيد حمدي وحسام غالي كان كويس، صح؟ وحسام غالي حسام غالي من أفضل المباريات اللي عملها في حياته. حسام غالي حسام لعيب كبير طبعا. فطبعا استفدت منه كتير، وكابتن حسام من الكوتشز اللي يعني مش عايز اقول لك بيتكلم في ادق التفاصيل، ما بيسيبش الحاجات الصغيره او التفاصيل الصغيره دي بيناقشها، وده تعرف ان الكوتش مركز قوي، وبالتالي طبعا كل الجهاز بتاعه بيبقى مركز، وهو بيحب كده. وفي نفس الوقت كمان يعني بياخد اراء، بيسمع اراء طبعا بطريقه وطرق مختلفه، عشان هو بقى طبعا معانا وهيفتكر في مواقف كتيره جدا تلاقيه راح ضرب لك سؤال كده يشوف. طب ايه قول لنا يوسف، قول لنا يوسف برنامجنا اسمه يوسف، يشوف بالك يشوف التركيز عامل ايه، شغال معاه يشوف تركيزك يعني. لا ده احنا برنامجنا اوضه اللبس، لازم تقول لنا موقف كابتن حسام، موقف مع كابتن حسام وانت شغال معاه، خليك جدع. او مهام خاصه يوسف، او مهام خاصه اديتها لك تعملها يعني في اوضه اللبس. لا ما انا اقول لك، هو طبعا كابتن حسام عنده عاده حلوه قوي، عشان اشتغل مع مستر مانول، وانا اشتغلت مع مستر مانول فعرفت ان كابتن حسام كان بيعملها، وقالها لك في بدايه الحلقه، انا متابعكم طبعا من شويه، انه 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 بيقول لك انا بسيب شويه قبل ما بننزل التمرين، بحب كده ايه يشوف انطباع اللعيبه ايه ويحس باللعيبه وكده. فدي حاجه من الحاجات اللي بتخلي الكوتش يبقى عنده انطباع ايه الاجواء جوه الفرقه، وايه الاجواء مع اللعيبه، وهل اللعيبه نازله للتمرين مريحه وشوشها حلوه كده ومريحه، ولا اوقات بتلاقي الفرقه عارف الوشوش مشدوده ويعني ما فيش. فانت لازم انت ككوتش زي او مين عاوز يبوظ الجو، او مين من اللعيبه عاوز يبوظ الجو، او يعني ممكن حد مثلا عايز يعمل اي حاجه. بس فهو عنده الحته دي وحته ميزه كويسه جدا، بالاضافه بقى ان هو هارد وركر قوي جدا جدا جدا. عايز موقف بقى، بس طبعا انا مش هقول. ايوه قول. مش معايا هو مش معايا الموقف، بس كان مع حد مساعد معانا، هو يعني حد في الجهاز. وبعدين كابتن حسام بيسال بيقول يعني ايه رايكم في الماتش الجاي ده في فلان، يعني نبدا بيه. ففلان ده ملوش غير مركز واحد، انا طبعا مش هوضح لان دي تفاصيل. فالفلان ده ملوش فاللي معانا بقى ايه ما كانش عايش، او قال له في مركز فلاني، قال له في الباك ليفت، قال له لا في الباك رايت. يوسف معروف يعني هو يوسف. ما معناه يعني انا ما اقول مثلا ميدو، لما اقول ابدا بميدو يبقى معناه ايه؟ ميدو يعني راس حربه خلاص. لا يا حبيبي انا كنت بلعب راس حربه وينج ليفت وينج رايت وكل. ايوه ماشي يعني مش هقول سرد باك يعني، مش مساك مثلا. يوسف مبسوطين جدا ان انت كنت معانا، ومش عايزين نخلص لك الباقه، انا عارف ان انت حريص جدا على موضوع الباقه. لا يا حبيبي مفتوحه حريص جدا. ده حريص مفتوحه حريص جدا، كل محسوب. المهم ميدو بقى اقول لك برضو ذكرى يعني حاجه كده، اول ما كابتن جوهري الله يرحمه بقى جابه، كان معسكر الاسماعيليه في 2001، وكنا معسكرين في القريه اللي هي القريه بتاعت سبورت دي اللي في اسماعيليه. عارف يا كابتن حسام اول حاجه كده، اول انضمام ليه عمل ايه؟ كابتن جوهري بقى طبعا وزنه وبتاع، جاب اكل السمك بعد ما نمنا كل المعسكر نام، وده هو واحمد صلاح حسني بعد جابوا البرنامج اسمه اوضه اللبس خليه في اسماعيليه. صحيح. فاكر كابتن جوهري دخل على فاكر يا ميدو ولا لا؟ ايوه زو بقول لك ايه، كابتن جوهري كان مهتم قوي بالميزان انت طبعا. انا فاكر انا كان وزني ساعتها 82، وكابتن جوهري قال لي قبل ماتش المغرب عايزك تنزل تكسر التمرين تبقى 79. فبنزل على الغدا سمك بالليل. لا بنزل على الغدا
ما كلش وانزل على العشاء ما كلش. كابتن جوهر يوزني تاني يوم يلاقيني زدت كيلو فيمسك شعره ويقول له يقول لي يا ابني يا حبيبي انت بتاكل لغايه ما مره دخل علينا هو كابتن علاء نبيل فتح الميني بار الصغير ده كنت قاعد مع كابتن نادر السيد لقى كله بسبوسه وحلاوه بتاع راح كابتن جوهر واخد الثلاجه رميها في البسين يا اولاد اللذينه وراح عارف عملت ايه؟ قال لي يا يوسف معلش من اسرار اوضه اللبس كابتن جوهر قال لي مش هلاعبك ماتش المغرب الا لما تكسر ال 80. بقيت بصحى كل يوم يا كابتن حسام فاكر القريه الاولمبيه دي كان فيها ملعبين قدامها جوه القريه قلبت سكيس زباله الساعه 6 الصبح واجري ساعه الا ربع عشان عايز اكسر ال 80. قال لي اقسم بالله ما هلاعبك الا لما تكسر ال 80 لغايه ما قبل الماتش بيوم وقفت على الميزان وكان وزني 78 ونص كنت بجري كل يوم اكمل 45 دقيقه بكيس زباله بقطعه عشان عاوز ولعبت ماتش المغرب ده ولو تفتكر يا زو كان فرقه كبيره جدا فرقه المغرب وكان عندي طبعا فرقه قويه والحمد لله كنت احسن واحد في الماتش كنت مان اوف ذا ماتش بس طبعا بفضل اللعيبه الكبيره اللي كانت واقفه جنبي وكانت بتشجعني بشكل كويس جدا. جو بشكرك وبتمنى اشوفك ان شاء الله قريب الله يمدو اول في الدوري المصري معانا كنت هايل يعني حبيبي يا زو اشوفك على خير. كان معانا محمد يوسف قال لنا على شوية أسرار أوضة اللبس مع الكابتن حسام البدري. هنطلع فاصل وهنرجع بشكل مختلف هنقف وهنسرع الريتم شوية بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية وهنلعب جيم مع كابتن حسام البدري في الفقرة بتاعتنا بتاعت الدارتس أو منك ليهم. يعني إيه منك ليهم؟ إحنا عملنا هاشتاج يا كابتن حسام النهاردة على تويتر من الساعة 5 اسمه أوضة لبس البدري. كل الناس دخلت سألت أسئلة كان فيها أسئلة صعبة جدا أنا حطيتها لك في الكروت السوداء وكان فيها أسئلة متوسطة حطيتها لك في الكروت الحمراء وفي أسئلة سهلة جدا اللي طبعا أنت نفسك تجيبها مش أقربك قوي اللي هي البيضة. الدارتس اللي قدامنا فيها أربع ألوان فيها أسود لو كابتن حسام رمى الدارتس رمى السهم واتفضل غد وطلع كم حاول في عندك اللي أنت عايزه بس أقل حاجة أربعة أوكي ماشي خليهم معنا لو طلع في الأسود هختار لك سؤال صعب لو طلع في الأحمر سؤال متوسط لو طلع في الأبيض سؤال سهل لو حضرتك جبت السهم في الأخضر ليك الحق إن أنت تسألني أي سؤال أنت عايزه تمام ديل ديل هنشوف بتعرف تنشن ولا لا بس خلي بالك انا عاوز الاسئله اللي في الاسود عارف ليه لان في حاجات بحب يعني اوضحها للناس صح يعني لما تبقى صعبه دي هي يمكن مجهوله وده خلي بالك والله بص اسئله الجمهور يعني انا بتمنى ان يجي على الاسود ده لان في حاجات ببقى عاوز اوضحها للجماهير حاول وعشان الجماهير بتهمني قوي ماشي حاول يلا ترجعنا انت طلعتنا من جو كورونا ها ترجعنا لزمان اتفضل يلا 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 كابتن حسام اي اتفضل لا خلاص مش مشكله يلا انت قبل الهواء كنت ماشي كويس ايوه ابيض بتنشن ابيض سؤال سهل هختار لك سؤال سهل مين اللعيب اللي اتمنيت تدربه وما نجحتش في كده مش سهل قوي يعني لا حسني عبد ربه طبعا لعيب كبير حسني طبعا انا دربته بقى يعني حسني عبد ربه من اللعيب اللي انا كنت اتمنى ان انا ادربه حاولت كذا مره يعني حاولت ان تضمه للنادي الاهلي كان في قريب في الوقت اللي كان فيه كلام عن حسني كنت انا موجود في النادي وانا كنت ورا الموضوع طبعا لعيب كبير جدا بوجه له التحيه والكل الاسماعيليه وكل الاسماعيلاويه
والدراويش في القلب. كابتن يلا واحده كمان. ماشي واحده ثانيه جامد. كان جاي في الابيض دي ميدو موسى. لا مش هتيجي. الله ما تخافش انا اهو ما تخافش اجيبهم لك. اوعى ترمي في دماغك. لا ما تخافش. ماشي يلا. ها ابيض اسود. انت ابيض ولا اسود؟ ابيض اسود يا ميدو. اسود؟ اه ماشي. شفت بقى انت كنت عايز تقرب بقى ده. الابيض اه انا بختار راندم اهو. سؤال صعب. اسال. تجربه المنتخب الاولمبي هل كانت صادمه في مشوار حسام البدري؟ لا يعني طبعا زعلت لكن ما كانتش برضو فيها منطق وما اتحللتش لان ليه ما كانش فيها منطق ليه؟ اقول لك انت كنت في خطوه تحت المنتخب الاول وكنت واخدها ان انت توصل وتروح المنتخب الاول طبيعي زي ما كان شوقي في وقت من الاوقات بالظبط لكن التحضير للبطوله ما يعني ما كانش في وقت وما خدناش المباراه الوديه اللي احنا المفروض نلعبها المحترفين برضو ما جوش وقتها المحترفين كان مين تقريبا؟ وقتها كان في بس كان معاك جيل جامد قوي يا كابتن لا بس في لعيبه ما جاتش تريزيجيه ما جاش وقتها كان سافر؟ اه كان راح فين تريزيجيه كان تريزيجيه ما كانش سافر لا لا تريزيجيه ما جاش في كذا لعيب ما جوش معايا محترف ممكن يكون كان مع الاهلي المحترفين ما جوش معايا يعني انت فقصرت وفي نفس الوقت يعني كان في سوء توفيق في مركز اثر علينا بشكل كبير ليه بقى؟ في مركز من مراكز خلاص بقى حارس المرمى انا بقول لك لا يعني كان في يعني كان في يعني وقتها باد لك كده المركز اثر علينا بشكل كبير انا عارف لكن دايما بنتعلم من أكيد اي تجربه أكيد يعني أكيد انا بقول مفيش حاجه اسمها فشل لا مفيش ومفيش حاجه اسمها ظلمه مفيش حاجه اسمها فشل حاجة بس اسمها انا دائما بقول كل تجربه بتعلم دايما انا بقول ايه طبعا اي حاجه انت بتخشها طبعا بتبقى عاوز تنجح فيها ومطالب انك تنجح فيها يعني عندك مسؤول عن المنتخب لازم تحقق اهداف المنتخب لكن انا دائما بقول مش تبقى اسباب لكن زي الفتره اللي فاتت انا بقول الفتره اللي فاتت يعني صعبه جدا كنت لسه بتكلم مع الجهاز امبارح مع بركات وطارق وايوب مش هيجي اصعب منها مفيش محترفين لأن صلاح مش موجود محترفين كميه اصابات كبيره جدا ومع ذلك طب اسالك سؤال معلش اتفضل في عز غياب اللعيبه دول ازاي خدت القرار بتاع لعيبه بيراميدز دول ان لعيبه بيراميدز مش معايا لا مش قرارك كان صح لا قراري انا تحت اي ظرف عمري ما احب طب اللعيبه اذن بها اللعيبه نفسها ما عملتش حاجه يعني كان قرار مش نادي مش لعيبه ما هو انت ما ينفعش نادي يبقى فيه يعني مساومه مع انت كنت رئيس بيراميدز يعني مع المنتخب لا بعيد عن انا بقول اي حاجه بعيد عن بيراميدز بعيد عن انا ما عمري ما بصيت حسيت ان في تعسف في اللعيبه فخدت قرار مع المنتخب قرار مصلحه المنتخب بس خدت الصح ماشي واحده كمان اخر واحده متفق معايا ولا لا انا متفق معاك انا كنت هحسبها بص اقول لك حاجه انا كنت هحسبها لو انا لو بالذات غياب اللعيبه دول تمام هتحسبها لقرار واحد يا ميدو انت معاك حتى مجموعه لعيبه وكده وانا ما سيبك من مجموعه لعيبه عن نفسي انا وشخصيتي استحال اعمل كده محدش حطني تحت مساومه وفي نفس الوقت في كيان كبير منتخب مصر اللي هو منتخب مصر مثلا عندك اخد الصح ماشي. حتى لو انا هتحمل ان انا انقص لعيبه الموقف هيبقى صعب المباراه هتبقى صعبه بس اعمل الصح طيب على فكره عشان ابقى مرتاح في صح انا معاك بس في ناس ولعيبتي تشوف الكلام ده في ناس مثلا زي كابتن جوهر الله يرحمه كان ساعات يتغاضى عن حاجات يقابل نفسه مش واخد باله علشان اللعيب ده مهم بالنسبه لي زي مثلا مع ابراهيم سعيد يا ما عملت كده زي بس في حالات فرديه في حالات وهي موجوده معاك في موقف وانت موجود فيه تمام ده مختلف يا ميدو فاهم قصدي طبعا انا في رايي ان انت خدت قرار كويس جدا هيفيدك قدام في السيطره على اوضه اللبس اخر واحده حاول تجيب الاخضر عشان تسالني سؤال بقى ماشي الأخضر هي أصعب واحدة على فكرة طبعا يلا يلا آخر محاولة صدق ها أبيض أبيض حظك حلو بص إنش صغير كنت هتبقى في الأخضر ماشي أبيض مش عايزين نجيب نفس السؤال اللي خدناه قبل كده هل توافق على تدريب الزمالك؟ بص المستشار مرتضى منصور قبل كده قال ان حسام بدري من مرشحين طبعا وتشرفت وكنت مبسوط جدا بيحبك اه طبعا وانا بعتز بيه جدا يعني لكن خلي بالك سلامنا للمستشار مرتضى منصور انا دائما بقول يا ميدو الكيانات الكبيره دي ليها لاولادها انا برضو بقول كده طبعا عشان حتى انا ابقى منطقي عشان الجو العام يبقى تخيل انا لو حسام بدري ماشي وانا عارف ان انا ممكن ابقى مقبول من الناس ومش مقبول من الناس هعمل جو توتر مش هيبقى لمصلحه الفرقه ولا مصلحه اللعيبه بالتالي طبعا وده شيء منطقي وواقعي في ولاد النادي اللي شغالين اللي لعبوا اللي اعتزلوا المدربين هقول لك احنا فين
فبالتالي طبعًا. انا هخش وعلى فكره ده حقهم طبعا حق دايما اللعيبه اللي لعبت وتعبت في المكان واعتقد ان هم المسؤولين في نادي الزمالك اقتنعوا بالكلام دوت يعني بس انت يعني خلينا نقول الموقف تصوري كده يعني تعرف تتعامل مع مستشار مرتضى منصور كرئيس نادي لو انت مدرب ولا هتلاقي صعوبه في طب وليه لا تقدر يعني طبعا يعني لو مرتضى منصور جه رئيس اتحاد الكوره تقدر تتعامل بس معاه. انا بقول برضو الزمالك ليه ولاده لا لا لو جه رئيس اتحاد فانا مش هتعامل معاه وانا مدرب لكن هتعامل عندي ان انا بعتز لا لو جه رئيس اتحاد الكوره مثلا طبعا تعمل معاه طبعا تقدر تتعامل معاه طبعا متاكد طبعا طبعا متاكد الدارتس عندنا خلصت وفي اخر فقره بالنسبه لنا يا كابتن حسام هنروح على التكتيكال بورد اللي اكيد وحشتك اكيد وانا هكتب لك هنا كده السيجنتشر او اكتب لك هنا تحت هنا حضرتك تكتب من تحت لفوق التشكيل صح اوكي هتكتب التشكيل من تحت لفوق ولا من فوق لتحت لا هكتب من فوق لتحت طيب يبقى انا هكتب لك هنا كده المدير الفني بتاع الفريق ده حسام حضرتك اللي هتمضي لي في الاخر تمام اوكي حضرتك هتختار لي بيست 11 احسن 11 لعيب دربهم حسام البدري كمدير فني مش كمدرب عام تشكيل كمدير فني وانا دي بقى هصورها لك لايف على تويتر عشان تتوثق للتاريخ ده في كتير قوي بس يعني حلوه ماشي ثانيه واحده اهو خش لايف على تويتر تابعونا على تويتر نزل لوكال على الشاشه الاكونتس بتاع تويتر وانستغرام انا اسف يا كابتن حسام هنروح وهننزل على تويتر طب هتديني فرصه ان يبقى في اتنين ولا لا 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 لا, 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 لا ولا في بنش ولا اي حاجه هو 11 جول جول وانا هو 11 يلا مش عارف اخش لايف ليه لا انا اسف يا كابتن انا اسف ان انا عطلت لا مفيش مشكله ماشي ابدا وانا هخش طبعا انت حارس المرمى انا لو مدرب عام كنت هكتب الحضري طبعا لكن انا كمدير فني لا ما مرنتش الحضري لا حضرتك ما مرنتش الحضري لا مرنته في المريخ انت بتتكلم في كله نعم في كله في المريخ معايا كله مش الاهلي بس لا الحضري كان معايا في المريخ المره الجايه هبقى اصور تويتر لايف لا الحضري كان معايا في المريخ يبقى الحضري تحياتنا لعصام الحضري باك رايت ايوه احسن باك رايت دربه الكابتن حسام البدري هو احمد فتحي واقعي هتلعب أربعة؟ هتلعب أربعة ورا؟ ولا تلعب بالليبرو؟ هضطر ألعب بالليبرو عشان في ناس هنا هتخسر واحد قدام جامد هتخسر واحد قدام جامد عشان في ناس هنا مميزة هتخسر واحد قدام جامد يعني في ناس هنا مميزة فكر تاني لأن أنا في ماشي في شادي محمد وفي وائل جمعة ماشي في عماد النحاس طب اكتب ماشي ثلاثة الديفنس كابتن حسام اختار إن هو يلعب بثلاثة ورا في أفضل تشكيل دربه في حياته مش عايز يكتب مش عارف ليه مين ما انا مفكر بقى ثلاثة ولا اثنين هتخسر واحد قدام جامد انا لو منك روح لاثنين استغنى عن شادي حبيبي يا شادي تسلم عليك منهزر طبعا شادي محمد كان لعيب كبير وائل جمعة ايوه وائل طبعا تالي احسن سنتر باك جه تاريخ مصر يعني. عاوز اقول لك ايه ابراهيم سعيد مش هتاخد ابراهيم سعيد عماد النحاس مش هتاخد ابراهيم سعيد ما مرتوش كمدير فني ما مرتوش كمدير فني بس ابراهيم سعيد كان لعيب كبير قوي صح ولا لا طبعا قوي طبعا احسن لعيبه اللي لعبت معاها في حياتي وكان المفروض يبقى قد كده 100 مره ابراهيم سعيد لكن هو دلوقتي مركز كويس في شغله وبيتكلم كويس بشكل كويس بيسلم على ابراهيم حياتنا لابراهيم سعيد شادي ليبرو لا خلاص هلعب باثنين بقى اثنين ماشي عماد النحاس بقى مدير فني خلاص سيد معوض باك ليفت برضو اختيار واقعي احسن من معلول نسيت معلول قلت لك فكر احسن من معلول ماشي مش هيرد عليا هو خلاص كتب سيد معوض ولا جلبرتو حتى جلبرتو كمان مرنت باكات ليفت جامدين انت كباك انا بلعب في مخك طبعا جلبرتو طبعا كمان بس سيد معوض لعيب كبير سيد اكتر واحد يعني لعب في فترة وجلبرتو طبعا لعيب كبير بنحييه وطبعا علي معلول من احسن الباكات ليفت في افريقيا على الدايره تالي اكتر لعيب بقى شارك معاك في الكارير بتاعك اكيد هو صح انا بلعب في مخ احنا في اوضه اللبس المايند جيمز عاشور اكتر لاعب شارك مع
الكابتن حسام البدري في عدد المباريات، هو حسام عاشور، فطبيعي ان هو يكون موجود في تشكيل الكابتن حسام البدري. ومين جنبه بقى؟ هتلعب 4-2-3-1؟ والله لعب واحد ارتكاز والباقي كله بيهاجم زي ما كابتن رضا عبد العال قال، هلعب 4-1 كله بيهاجم. تحياتنا لكابتن رضا عبد العال. عبد الله السعيد لعيب كبير، حضرتك قلت ان ملوش بديل في النادي الاهلي صح؟ صح؟ حضرتك قلت كده في تصريح، عبد الله السعيد ملوش بديل في النادي الاهلي، او النادي الاهلي ما يقدرش ان هو لغايه دلوقتي. اه طب ليه بديل في منتخب مصر؟ عبد الله السعيد؟ لو مش عايز تجاوب ما تجاوبش، قول لي سكوتك مش عايز تجاوب. بص انا هلعب باداء هجومي ها؟ اه عشان اخلي عبد الله يعني عبد الله نمره 8 يعني. لان هنا تريكا. طبعا تريكا كان لعيب كبير قوي. واحد من احسن اللعيبه اللي لعبت معاها، وكانت شخصيته دايما بتبان يا كابتن حسام في الماتشات الكبيره. متعب كان راس حربة عبقري، عماد متعب. انا مستغرب ان انت حطيت عماد متعب. ليه؟ مش عارف. تستغرب في ايه؟ عادي يعني؟ طبعا. ماشي. ليه تستغرب؟ بتحب متعب انت؟ طبعا. ماشي. عشان عشان في الاخر كان هو مشي وزعلان واتكلم. قلت لك انا الكلام ده انا بفصل. انا بفصل. حسام البدري ما بيحبش ويكره. لا خالص. بفصل في الكلام ده وخلي بالك وبدي يعني العذر للسن. العذر اه طبعا. اللعيب بص كنت لسه بتكلم انا وبركات، عارف لما اتخانقت مع كابتن حسن، انا اسف، عارف لما اتخانقت مع كابتن حسن شحاته؟ طبعا انا غلطان جدا. عارف كان عندي كام سنه؟ بتقول دلوقتي؟ عارف كان عندي كام سنه؟ بص انت بتقول دلوقتي، بس عارف كان عندي انا كام غلطان سنة؟ زي بركات لما بيتكلم معايا بيقول تصدق في حاجات انت كنت بتعملها كنت انا ساعات بزعل. ايوه انا وانا غلطان. عارف انا كان عندي كام سنه؟ 23 سنه. طيب. بس الناس كانت فاكراني عشان انا كان كنت بلعب بقالي كتير. طيب. كانت فاكراني عندي 30 طيب. سنه. تحياتنا لكابتن حسن. فاضل انت كده بتلعب ناقص فاضل واحد، ناقص واحد ناحيه الشمال. اه طب مين بقى ده؟ صعب ده. دي فرقه جامده دي قوي. تشكيل كابتن حسام البدري الافضل لعيبه دربهم في الكارير بتاع في كاريره كمدرب، في تاريخه كمدرب. الحضري، احمد فتحي باك رايت، وائل جمعه، شادي محمد اثنين سنتر باكين، سايب معوض باك ليفت، حسام عاشور وعبد الله السعيد على الدايره. لو اقول بقى فرقه تريكا وبركات ومتعب وناقص واحد جده فرقه كويسه قوي دي، كان لعيب كبير وهو لسه لعيب كبير. فرقه تكسب باي حد دي؟ فرقه كويسه. مفيش ولا واحد طبعا. اجنبي خلاص. لا انا مع المصريين. فلافيو؟ لا انا مع المصريين. ضربت فلافيو كمدير فني؟ لا مدرب عام. انا شايف ان الفرقه دي فرقه محترمه طبعا. انا اسف ان انا زنقتك في القصه. لا في القصه لا دي لا. لكن انا امضي بقى. اه لازم حضرتك تمضي لي حسام البدري عشان دي هصورها صوره. أربعة اثنين ثلاثة واحد. لا 11 لعيب النهارده. كام؟ سبعة. سبعة او التاريخ عشان دي هصورها لك. سبعة النهارده. سبعة؟ لا النهارده ستة. سبعة صح؟ ستة. ستة سبعة سوري اسف ستة. لا الساعة كام؟ الساعة كام دلوقتي؟ صح سبعة. صح. سبعة. برافو عليكم يا ميدو. حد مش أي حد ياخد باله من دي. لا الساعة كام ده؟ بكرة عيد ميلاد ابني 8 7 علي كسان طابع علي. كسان طابع علي كابتن نورتني. انا اللي سعيد جدا يا ميدو ان كنت معاك. بفخر ان حضرتك كنت معايا في اول حلقه من اوضه اللبس. وبشكرك وربنا يوفقك ان شاء الله. وبشكر ربنا يخليك يا كابتن. استمتعت بيك واتمنى ان انا اكون وريت للناس وجه مختلف لحسام البدري. الناس واخده على كابتن حسام مشدود على الخط. ليه مختلف؟ ليه يعني الناس واخده ان الشده بتاعت الماتش في الشغل اه في الشغل مركزين. بس انا نجحت الحمد لله. نجحت ان انا اوريهم شخصيه كويسه. صح شخصيه مش كويسه. الله يخليك. شخصيه انا سعيد واتشرفت ان انا اكون معاك وحلقه جميله وخفيفه كده وموفق ان شاء الله يا ميدو. ان شاء الله ان شاء الله. بكره معايا عمرو الجنايني هنفجر قضيه عوده او استئناف الدوري من عدمه والناس المؤيده والناس اللي معارضه. كابتن حسام تعالى ليه رحت طب. فين؟ لا انا سايبك. وان شاء الله هنعمل حلقه جامده جدا بكره زي ما عهدتكم ان هكون صادق وما عنديش اي اجندات جوه برنامج اوضه اللبس. اشوفكم بكره الساعة 11 مساء على قناة النهار وبرنامج أوضة اللبس ومعايا عمرو الجنايني. تصبحوا على خير.